طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرة رقم 5، ودي الحقيقة من أهم المحاضرات، تعتبر المحاضرة الأهم في الكورس كله، والحقيقة محاضرة تقيلة، ونتمنى إن شاء الله إن احنا نستفيد منها وننتهي من المحاضرة دي، عشان لو كنا بدأنا المحاضرة دي في رمضان كل سنة طيبين كانت هتبقى صعب عليكم شوية. فهي محاضرة مهمة وعايزين نركز فيها شوية بعد إذنكم. الناس اللي بتتكلم عن المشاريع ده بس مجرد يعني بعرض عليكم كل مره كده بعض الافكار. يعني مشروع زي ده ممكن يعمل بيزنس، ممكن يبقى فيه اكل عيش. ده التيفلون، البكره اللي بيستخدموها الجماعه بتوع الاعمال الصحيه والسباكه عشان يعملوا بيها نوع من الايه، من السيلينج لاي ليكج يحصل في الوصلات، ما بيجي يوصلوا وصلات مع بعض، بيعملوا نوع من زي التيفلون ده، الشريط بتاعه ده. دي مكنه انت ممكن يعني تعمل بها مشروع، ممكن دي في حد ذاتها تبقى مشروع. المهم يعني موضوعنا النهارده هنتكلم على بعض الحاجات الخاصه بالميكانيزم، فيلوسيتيز، السرعات. هنتكلم على الفيلوسيتي دايجرام والكومبوننت او الترمينولوجي اللي بنستخدمها عشان نتعامل مع الفيلوسيتي دايجرام. دي بنسميها الامبورتنت فاريابلز، طبعا انتوا عارفينها ومرت علينا قبل كده في حاجات كتير او كورسات كتير درستوها. طبعا كلنا عارفين التايم والوحدات بتاعته ايه، وعارفين الديسبليسمنت ووحداتها ايه، سواء الديسبليسمنت اكس واي او في اي اتجاه، طبعا بالمتر او المليمتر او الانش او الفيت، دي كلها وحدات بنستخدمها في الديسبليسمنت. الفيلوسيتي متر بير سكند، الاكسلريشن متر بير سكند سكوير. ممكن عشان بس احيانا السكوير دي احيانا بتضيع في الكتابه، تبقى الظاهر قوي عشان هي سب سكريبت، في حاجه اسمها سب سكريبت وسوبر سكريبت. دي سوبر سكريبت يعني تبقى عاليه شويه عن الايه، عن الحرف. فاحيانا بنستخدم المصطلح ده متر بير سكند بير سكند، يعني تبقى فاهم ان ده مصطلح معناه متر بير سكند سكوير، ودي وحدات الاكسلريشن. الاكسلريشن بتاعت الجرافيتي دي كونستنت ثابت، اللي هو 9.81 ثابت الجاذبيه الارضيه، او 32.2 او 1.18 فيت بير سكند سكوير في الوحدات البريتش سيستم او الوحدات الانجليزيه. في حاجه اسمها البوزيشن وفي حاجه اسمها الديسبليسمنت. عايزين نعرف ايه الفرق بين البوزيشن والديسبليسمنت. بوزيشن يعني لما اقول لك انت مثلا مكانك فين، تقول لي انا مكاني دلوقتي في اسكندريه، يبقى البوزيشن بتاعك مثلا في مدينه او في موقع معين، وده بيتحدد حسب حاجه اسمها سي اس سيستم، كوردينيت سيستم. واحنا بنحدد بالنسبه للبوزيشن، بنحدد الاحداثيات بتاعتك، انت مكانك فين بالظبط، تبعد في اتجاه الشرق كام، في اتجاه الغرب كام. الديستانس، المسافه اللي انت اتحركتها او الاوبجكت اتحركها. الديسبليسمنت هي الفرق بين مكانين، انت كنت في مكان واتنقلت لمكان تاني، او في اي جسم اتحرك من مكان لمكان او من بوزيشن لمكان، فبيعمل حاجه اسمها الديسبليسمنت او البوزيشن ديفرنس، او اللي انتوا كنتوا زمان بتسموها الازاحه. سبيد هو ازاي الديستانس دي حصلت في وقت قد ايه. فدي هي الايه، هي السبيد. انت بتسجل؟ لا، ممنوع التسجيل لو سمحت. اي حد بيسجل يوقف التسجيل. انت بتصور السلايدز ليه؟ انا بنزل الحاجات دي على موقع فيه كل اللي انا بعمله دلوقتي ده. لا، انا بعت الموقع. فين المندوبه بتاعتكم؟ انا مش بعت لك الموقع بتاع اليوتيوب. طب ما اليوتيوب ده مش عليه المحاضره متصوره تسجيل وصوره وصوت، ولا واحد دخل على المحاضره. انتوا عمالين تتفرجوا بس، تتصوروا. طب ما ده مش صور وقدامك، عندك قدامك تقدر تشوفه لايف، اللي انا بقوله دلوقتي موجود عندك على اليوتيوب، تصور ليه؟ لا، ما فيش بي دي اف، انت خش شوف المحاضره لايف.
الكلام اللي بنقوله هنا كله هتلاقيه موجود لايف. ايه البي دي اف ده؟ انت ما عندك محاضره صوت وصوره وانيميشن، البي دي اف ما فيش فيه انيميشن، ممنوع تصوير، عايز تشوف الصور شوفها على اليوتيوب. الفيلوسيتي هي معدل الديسبليسمنت، انت عملت ديسبليسمنت في وقت قد ايه؟ انت سافرت المسافه دي او قطعت المشوار ده او الديستنس دي في مسافه قد ايه؟ وبالتالي الفيلوسيتي بتحدد حاجتين الحقيقه، بتحدد السبيد اللي هي الاماونت والدايركشن اللي هو الايه؟ اللي هو الاتجاه. الاكسلريشن هو معدل التغير في السرعه، واحنا كلنا الحاجات دي كلها مرت علينا بس بنراجعها بسرعه. لو نتكلم على البوزيشن وليكن نقطه زي نقطه ايه على بعد مسافه معينه من الاكس اكسس قيمتها مثلا اكس، وعلى بعد مسافه معينه من الواي اكسس قيمتها اي واي، يبقى ده بيحدد لي البوزيشن بتاع النقطه ايه. يبقى البوينت ايه البوزيشن بيتحدد حسب مكان النقطه، وده بيعمل زوايا، من خلال الزوايا دي نقدر نستخدم الترايجونومتري عشان نعرف الزوايا دي ونحدد الايه الانجلز اللي عملتها النقطه دي عشان تتنقل من نقطه او للنقطه ايه. يبقى البوزيشن بتاع ايه بالنسبه للاوريجن، الاوريجن عندنا اللي هو النقطه او او الزيرو بوينت، ده بنسميه بما ان هي بتبدا من او اتحركت من او الى ايه، فده بنسميه بي اي تو او، هي اتحركت كانت او عند او اتنقلت عند ايه، يبقى ده بنسميه الايه، بنسميه البوزيشن بتاعها. ده طبعا فيكتور بي اي تو او، بي يعني بوزيشن واي تو او يعني النقطه ايه اتنقلت بين اي واو. الديسبليسمنت هو الفرق بين التو بوزيشنز. ديسبليسمنت يعني هي كانت عند النقطه A وبعدين راحت عند نقطه ثانيه A داش مثلا او B او وات ايفر. يبقى لو كانت دي النقطه A واتحركت مسافه معينه وصلت للنقطه A داش، يبقى ده اللي بنسميه ديسبليسمنت اللي هو A داش، اتحركت ديسبليسمنت معين بالفرق بين البوزيشن الاولاني والبوزيشن الثاني. وده برضو بيتمثل في اثنين فيكتور، البوزيشن الاولاني OA الفيكتور OA والبوزيشن الثاني OA داش، وده اللي بنسميه الايه الديفرنس بين التو فيكتور، ده اللي هو نسميه اي داش اللي هو الفرق بين التو فيكتورز اللي هو ده يعتبر هو الايه هو الفرق ده اي داش. يبقى نقدر نصيغ الكلام ده عن طريق الفيكتورز، نقدر نقول الديستانس بتساوي الفرق بين البوزيشن الاولاني والبوزيشن الثاني، بي اي داش او ده البوزيشن الاولاني، بي اي او ده البوزيشن الثاني، ايا كان الاول والثاني مش مهم، الديستانس هو الفيكتور الاولاني ماينس الفيكتور الثاني. وانتم عارفين طبعا الفيكتورز بتتجمع وبتطرح وبتبقى ممكن نتعامل معاها بالطريقه دي. المانيبوليتور بتاع الفيكتور هو التعامل مع الفيكتورز، وده اللي هنستخدمه كتير في مواضيعنا من دلوقتي للكام محاضره اللي جايين، اللي هو مجموع تو فيكتورز او الفرق بين تو فيكتور بيديني حاجه اسمها الريزلتنت او النتيجه او المحصله. يبقى الريزلتنت بتاع التو فيكتورز ممكن نحصل عليها بطريقتين، طريقه اسمها الباراليلوجرام اللي هو المتوازيات او المتوازي باراليلوجرام، او نقدر نحصل عليها بطريقه ايه، بطريقه الايه الترينجولار ميثود. يبقى الباراليلوجرام ميثودز ازاي بتتم؟ ان انا برسم الفيكتور الاولاني من انيشال بوزيشن، وبعد كده برسم الفيكتور الثاني من نفس البوزيشن اللي بدات منه الفيكتور الاولاني، وبعد كده بكمل الداش لاين دي عشان يديني الباراليلوجرام او المتوازي اللي احنا شايفينه ده. وبيبقى في الحاله دي الريزلتنت بتاع التو فيكتورز دول هو الايه، هو الدياجونال اللي هو عندي ده يعتبر هو الدياجونال بتاع الباراليلوجرام او الوتر بتاع الباراليلوجرام. الباراليلوجرام ده الوتر ده اللي هو يمثل الايه في الحاله دي الريزلتنت. يبقى الاول بدات رسمت الفيكتور الاولاني ده، وبعدين رسمت الفيكتور الثاني ده، وبعدين الداش لاين دي هو استكمال الباراليلوجرام، وبعدين ده الدياجونال اللي هو بيوضح لي الايه الريزلتنت بتاع التو فيكتورز. دي الطريقه الاولانيه. الطريقه الثانيه الترينجولار ميثود بنسميها تيل تو هيد، يعني من حيث ما انتهيت ابدا الفيكتور الثاني. يبقى انا بدات الفيكتور الاولاني اللي هو ار 1 ده، وبعدين اكمل عليه الفيكتور الثاني تيل تو هيد، يعني من التيل بتاعه للهيد الثاني، وبعدين يبقى ده هو بالنسبه لي اللي بيقفل المثلث ده، يبقى ده هو بالنسبه لي الايه هو الريزلتنت اللي هو طريقه الترينجولار ميثود. الفيلوسيتي اناليسيس بتاع اي ميكانيزم في عده طرق بنستخدمها في الموضوع ده. في طريقه بنسميها ريلاتيف فيلوسيتي ميثودز، وفي حاجه انستانتينيوس سنتر ميثودز، وفي حاجه الجبريك ميثودز. الطريقه الاولى والثانيه دول جرافيك ميثودز.
الطريقه الثالثه دي اناليتيكال ميثودز. احنا هنشتغل في الطريقه الاولى والثانيه اللي هي الجرافيكال ميثودز. يبقى الفيرست تو ميثودز دول عباره عن جرافيكال ميثودز، والطريقه الثالثه اللي هي الالجبريك ميثودز دي تعتبر اناليتيكال ميثودز. بالنسبه للفيلوسيتي ميثودز، تخيل ان في اثنين ماشيين في قطار او في مترو، واحد فيهم ماشي بسرعه معينه ويسبق الاولاني الثاني، واحد فيهم متاخر لانه سرعته مثلا اقل، والمترو نفسه او القطر ليه سرعه مختلفه، وعايزين نوجد سرعه الايه الشخص اللي متقدم ده بالنسبه لي حاجه ثابته. حاجه ثابته مثلا اللي هي الرصيف بتاع المحطه، ده يعتبر هو بالنسبه لي الحاجه الثابته. يبقى السبيد بتاع وان مان ترافلنج داخل القطر ريسبكت تو ذا ستيشن، الستيشن اللي هي المحطه او نقطه ثابته او الارض الثابته او المبنى نفسه. بتتم الحكايه دي ازاي؟ بالاول بنوجد سرعه الشخص الفيرست مان بالنسبه للشخص الثاني، يعني هما اثنين ماشيين في القطر، واحد ماشي والتاني ماشي وراه، يبقى لو انا بجيب سرعه المتقدم لسرعه الشخص اللي هو متاخر، وبعد كده اجيب سرعه الشخص المتاخر لسرعه القطر، وبعد كده اجيب سرعه القطر في نفسه لسرعه الايه؟ لسرعه المحطه او الطريق او الرصيف. ده انتوا درستوه قبل كده اللي هو ايه؟ الريلاتيف ميثودز. فده اللي بيتم، وفي الاخر بنجيب الريزلتنت بناء على الكلام ده، نجمع سميشن للفيكتورز باي طريقه، سواء كانت باراليلوجرام ميثودز او طريقه الترينجلا ميثودز، عشان في الاخر نوصل ان احنا نجيب السرعه النهائيه للشخص بالنسبه للايه؟ بالنسبه للنقطه ثابته او بالنسبه لمكان ثابت. الطريقه دي بنسميها ريلاتيف فيلوسيتي ميثودز، وده اللي هنستخدمه في الكايناماتيك او في الميكانيزمات، ان هنستخدم الطريقه دي. افتكر دايما القصه بتاعت الشخصين اللي ماشيين في المترو، واحد ليه سرعه متقدم، واحد ليه سرعه ثانيه ومتاخر عن الاولاني، والاثنين داخل المترو والمترو ليه سرعته الواحده. فانت عايز تجيب سرعه الشخص المتقدم بالنسبه للفاونديشن او بالنسبه للرصيف او بالنسبه للمحطه ثابته او بالنسبه لنقطه ثابته، فانت بتنسبه الاول للشخص اللي ماشي يتبعه، وبعد كده الشخص اللي يتبعه بتنسبه للقطر هو بيمشي ايه علاقته بالنسبه لسرعه القطر، وبعدين القطر نفسه علاقته ايه بالنسبه للنقطه الثابته. بنجمع الكلام ده كله عشان يديني في الاخر الايه؟ الريزلتنت بتاعه الفيلوسيتي. تعال نشوف الكلام ده نطبقه بقى على الميكانيزمات. انا عندي مجرد عندي لينك زي كده بيعمل ريفولف حوالين نقطه ثابته نقطه او، وبالتالي النقطه ايه هي كمان بتعمل ايه؟ بتعمل حركه مع الايه؟ مع اللينك، بتتنقل من بوزيشن ايه الى بوزيشن ايه داش. وفي الحاله دي الكلام ده تم خلال وليكن خدنا انفينيتيزمال انجل زاويه صغيره ولتكن دي سيتا، خدنا زاويه دي سيتا زاويه صغيره جدا، وفي الحاله دي نقدر نقول الانيشال بوزيشن كان ايه؟ الانيشال بوزيشن كان او اي اللي هو ده الانيشال بوزيشن اهو، ده او اي. طيب الفاينل بوزيشن او اي داش. يبقى التشنج اللي حصل هو بين النقطه ايه والنقطه اي داش، ده النقطه ايه اتنقلت من ايه الى اي داش. طيب الديسبليسمنت اللي حققتها في الانتقال ده او في الموفمنت ده عباره عن ايه؟ عباره عن طول الارك ده. طب طول الارك ده يساوي كام؟ يساوي الريديوس بتاع الارك مضروب في الزاويه. يبقى اذا الديسبليسمنت لينس اللي هو اي اي داش ده عباره عن او اي اللي هو الضلع ده مضروب في ساين الزاويه دي. ساين الزاويه دي لان الزاويه دي صغيره جدا، انت لو جيت على كده حسبت اي زاويه الساين بتاعها وهي زاويه صغيره تلاقي قيمه الساين يساوي قيمه نفس الزاويه. فنقدر بالطريقه دي نشيل دي سيتا ده ونعوض عنه الساين دي سيتا ونعوض عنه ده اللي عملناه هنا، احنا شلنا هنا ساين دي سيتا وعوضنا عنه بدي سيتا. ده امتى؟ لما تكون دي سيتا صغيره جدا. طيب الديسبليسمنت اتكلمنا عنه دلوقتي اللي هو عباره عن ايه؟ وصلنا في الاخر ان هو يساوي او اي في دي سيتا، ملتبليكيشن بتاع او اي اللي هو الريديوس ودي سيتا اللي هو الانحراف بتاعه الايه؟ بتاع الزاويه. طيب لو انا عايز اجيب الفيلوسيتي ده الديسبليسمنت عايز احوله لفيلوسيتي، هو احنا قلنا الفيلوسيتي عباره عن ايه؟ عباره عن الريت اوف تشينج اوف ديسبليسمنت، معدل التغير في الايه؟ في الديسبليسمنت. فانا عندي الديسبليسمنت اجيب معدل التغير، معدل التغير يعني ايه؟ يعني دي افضله بالنسبه للتي، يبقى او اي دي سيتا باي دي تي. ده انا جبت الريت بتاعه، كون ان انا قسمت على دي تي يبقى انا جبت الريت، لان احنا قلنا الديسبليسمنت الفيلوسيتي ومعدل الديسبليسمنت بير تايم. يبقى في الحاله دي احنا عارفين دي سيتا التغير في الزاويه، في الزاويه بالنسبه للتايم، تغير في الزاويه بالنسبه للتايم ده بنسميه احنا اوميجا، بنسميه الانجلر فيلوسيتي اوميجا.
والانجلر فيلوستي اوميجا ده عارفين ان هي تساوي 2 باي ان على 60، ودي معانا على طول بقى كمهندس، دي معاك على طول يعني في استخدامات متعدده، انك عارف الانجلر فيلوستي بتساوي تغير الزاويه بالنسبه للتايم اللي هي تساوي اوميجا تساوي 2 باي ان 60، وان اللي هي الايه اللي هي الايه الار بي ام، وبنقول نقسم على 60 ليه؟ لان الار بي ام بير مينيت وعايزين نحولها لسكند فبنقسم على 60. يبقى نقدر نخلص في الاخر ان في بتاعه النقطه A بالنسبه للنقطه O اللي اتحركت بزاويه دلتا سيتا وكانت تبعد بريديوس مقداره او اي هتساوي او اي، بدل ما نقول او اي دي سيتا باي دي تي هنشيل دي سيتا باي دي تي ونحط مكانها اوميجا، يبقى بتساوي او اي في الاوميجا. يبقى الريلاتيف فيلوسيتي بتاعه اني بوينت اوف روتاتنج لينك، هنا بنتكلم على روتاتنج لينك لان في لينكات ثانيه سلايدنج هنتكلم هنشوفها بعد شويه، احنا بنتكلم دلوقتي على روتاتنج لينك. في الحاله دي الروتاتنج لينك ده عند اباوت بيفوت او، بيفوت يعني نقطه مفصليه يعني ريفولفي بوينت، دي بنسميها بيفوت بوينت، بيفوت بوينت يعني نقطه مفصليه. ده دينوتد يعني بنمثله بالرمز ده، ده الرمز اللي بيعوض لي عن السرعه بتاعه النقطه اللي اتحركت مسافه معينه، هنسميها في اي 2 او ريلاتيف 2 او، في اي او زي ما شفنا قبل كده بي اي 2 اي داش او بي اي 2 او، بي ده معناها بوزيشن، في معناها ايه فيلوسيتي، يبقى بنتكلم هنا على في اي 2 او دي بنسميها بتاخد الدونيشن ده او دينوتد باي السيمبل ده او بنعبر عنها بالسيمبل ده دينوتد باي في اي 2 او. الماجنتيود بتاعها هيساوي كام؟ هيساوي او اي في الاوميجا، والرمز بتاعها ايه؟ في اي 2 او، ودي بتعبر عن ايه؟ دي بتعبر عن الدايركشن بتاع عمليه الايه الموشن اللي حركت او التغير في البوزيشن اللي حرك اللي حصلت. طيب بما ان دلتا سيتا دي زاويه صغيره قوي، دلتا سيتا دي زاويه صغيره، يعني انا لو افترضنا ان احنا مكبرينها بس عشان نشوفها، انما هي زاويه صغيره جدا، لان انا بدرس هنا حاجه اسمها الايه الانستانتينيوس بوزيشن، يعني ايه؟ يعني الوضع اللحظي، هي في اللحظه دي كان في المكان اي داش، واي داش ده قريب جدا من ايه بس احنا مكبرينه عشان نشوفه. تخيل كده وهي بتتنقل من ايه الى اي داش، واي داش قريب جدا من ايه، يبقى الخط اللي اتنقل ده او القوس اللي انت شايفه ده هيتحول لايه؟ خط مستقيم. طب ايه مواصفات الخط المستقيم ده؟ علاقته ايه بأو ايه؟ الخط الصغير اللي هو يكاد يكون نقطه عمودي. يبقى دي كفاءتي لازم ناخد بالنا منها، ان الريلاتيف فيلوسيتي بتاعه اي نقطه ريفولفد حوالين بيفوت معين هتبقى قيمتها بتساوي الاوميجا في الراديوس بتاع اللينك اللي بيعمل ريفولف واتجاهها عمودي على اللينك في الانستانتينيوس بوزيشن ده، انما لما البوزيشن يتغير كمان هي هتتغير، يبقى برضه هتبقى عمودي على اللينك في البوزيشن الثاني، ولما يعمل ريفولف ثاني هيعمل بوزيشن ثاني يبقى عمودي عليه في الاتجاه الثاني. الاوميجا في الاو اي كونستانت ولا فاريبل؟ الاوميجا في الاو اي اللي هي الفيلوسيتي بتاعت اي تو او كونستانت ولا فاريبل؟ فاريبل ليه؟ هي اوميجا ثابته ولا متغيره؟ ثابته. واو اي ثابت ولا متغير؟ ثابت. يبقى المفروض بالمنطق كده نقول ان هي ايه؟ ثابته. بس احنا بنتكلم على فيكتور، كلمه فيكتور معناها ايه؟ دايركشن وماجنتيود، هي كماجنتيود ثابته انما كدايركشن ايه؟ اتغيرت لان الزاويه بتتغير. يبقى في الحاله دي احنا بنعتبرها ايه؟ ان هي متغيره. لو اتغير فيهم واحده او اثنين، يعني لو القيمه اتغيرت او الدايركشن اتغير او الاثنين اتغيروا، يبقى ده بنسميها ايه؟ فاريبل. يبقى الفيكتور ده اللي هو بيعبر لي it is the direction perpendicular، وكمان هو ايه؟ متغير، واحنا denoted بنعبر عنه بالمصطلح ده اللي هو va2o، وعشان نعبر ان هو مش ثابت ان هو متغير لازم نعبر عنه ان هو فيكتور، وبالتالي عشان نعبر عنه ان هو فيكتور بنستخدم حروف سمول. خلي بالك في البوزيشن بنستخدم حروف كابيتال، انما لما نتكلم على الفيلوسيتي هنستخدم حروف سمول. هي نفس الحروف اللي استخدمناها في البوزيشن ولكن هنا نحولها الى حروف سمول ونعمل عليها كده سهم فوق عشان السهم ده يعبر لي على انها ايه؟ على انها فيكتور. يبقى في اي
المصطلح ده مهم جدا. V8 to O يعني الفلوسيتي بتاع النقطة A relative لبيفوت بوينت. A بتلف حوالين البيفوت بوينت ده هتتمثل بالشكل ده اللي هي يساوي OA كفيكتور. تمثل بالفيكتور OA. الفيكتور OA ده مش معناه ان هو في اتجاه من OA، لا ده هو بيعبر عن اللينك OA، بيعبر عنه، انما هو اتجاهه فين؟ عمودي على مين؟ على OA. افتكر دايما كمان العلاقه ما بين عشان ما يحصلش عندك لبس بين البوزيشن والفيلوسيتي. البوزيشن بنقول بي A to O ده بوزيشن، وبنستخدم فيه حروف كابيتال. الفيلوسيتي بنستخدم نفس A to O دي بس بنحولها لحروف سمول ونرسم فوقها اللي هو السهم ده اللي يعبر على انها فيكتور. انا بس عايزك هنا تقارن بين الحاجتين دول. بين بص كده، لما بنتكلم على الفيكتور والفيلوسيتي اهو، لما بنتكلم على البوزيشن اهو، عشان تميز بس بين البوزيشن وبين الديسبليسمنت. ده نوع من انواع الديسبليسمنت ونوع من انواع الفيلوسيتي. في نوع تاني اللي هو السلايدنج زي ده. هل ده نقدر نقول ان هو في انجلر فيلوسيتي؟ لا، ده بيتحرك حركه لينير ديسبليسمنت. فده بيتعرف عليه على سرعته عن طريق اللينير فيلوسيتي بتاعته. يبقى كونسيدر لينك زي اللينك بي ده سلايدنج وذ لينير فيلوسيتي اوف في متر بير سكند. يبقى الريلاتيف فيلوسيتي برضو هتاخد نفس الدينويشن اللي هو في بي تو او حروف كابيتال عشان تعرف لي الفيلوسيتي، وبعد كده نبقى عارفين الاتجاه بتاعها. مش هنا مش عمودي على لينك ولا حاجه، مش زي الريفولف، هنا هتبقى ايه بارالل للسلايدنج دايركشن او الايه الستروك اللي هو بيتحرك فيه، السلايدنج ستروك لاين بتاعه. والتمثيل بتاعه برضو نفس الحكايه اهو، في بي تو او في حاجات كابيتال خلي بالك منها وفي حاجات سمول. الفي بي بي تو او اللي على الشمال علامه يساوي ده مجرد ان هو ديسكريبتيف للي احنا هنتكلم عنه، كانك بتكتب جمله بتقول ايه، بتقول ان انا اوجد الفلوسيتي بتاعت نقطه بي بالنسبه للنقطه او. هل او دي لازم تكون ثابته؟ لا، ممكن تكون متحركه. ما هو الشخص الاثنين اللي كانوا ماشيين في المترو، واحد فيهم ماشي والتاني ماشي برضه، فاحنا جبنا السرعه بتاعت واحد ريلاتيف للايه للاولاني، فمش بالضروره ان تكون ان احنا بننسب او ريفير لفيكسد بوزيشن او فيكسد بوينت، ممكن يكونوا الاثنين بيتحركوا بس في واحده فيهم لا علاقه بالثانيه. فميز انت بين بقى الحروف الكابيتال والحروف اللي ايه السمول. طب عايزين نضيف حاجه على الكيس اللي احنا شفناها هنا في السلايد دي، اللي هو كان فيها جسم بيتحرك حركه لينير بيعمل سلايدنج زي كده. هنا كان السطح اللي هو بيعمل عليه سلايدنج حالته ايه؟ ثابت ولا متحرك؟ ثابت. طب ايه رايك بقى لو كان السطح اللي بيتحرك عليه ده كان كمان هو متحرك؟ طب ما دي بتفكرنا بالاثنين اللي ماشيين في المترو، الاثنين متحركين، بس مش شرط ان الاثنين يكونوا بيتحركوا لينير. هنا هنشوف ان الحاله اللي قدامنا دي زي موضوع الايه، حد يفكرني الكيس دي شفناها فين، اللي فيها حاجه بتعمل سلايدنج على سلايدر مثلا، والسلايدر ده كمان روتيتد زي مين؟ ايه زي الكويك ريتيرن ميكانيزم، سلايدر كويك ريتيرن ميكانيزم اللي هو موجود في الايه في المقشطه. فهنا لو اتكلمنا بس على ان ايه، على ان الحاله اللي على انتوا شايفينها دلوقتي لسه ما دخلناش ان الجسم اللي هو السلوتر ده او اللي هو هنسميه سي، عندك هنا في بلوك مسمينه بي اللي هو الازرق ده بيتحرك ريلاتيف للينك تاني اللي هو سي، وسي ده في زي سلوت وده بيتحرك جوه الايه جوه السلوت زي بالظبط زي ما شفنا قبل كده في الايه كويك ريتيرن ميكانيزم. يبقى في الحاله دي لو عايزين نوجد السرعه بتاعت بي بالنسبه لسي هتبقى اسمها في بي بالنسبه لسي اهي، ودي بتعبر عن ايه؟ بتعبر عن الريلاتيف فيلوسيتي بتاع السلايدر ده او البيستون ده اللي هو بيعمل سلايدنج على اللينك سي. طيب لو اللينك نفسه كان بيعمل ريفولف والتاني ده بيتحرك عادي زي ما هو، يبقى هنا زي الاثنين اللي ماشيين في المترو، واحد بيتحرك والتاني بيتحرك، وعايزين نجيب علاقه ما بين الاثنين. ففي الحاله دي هيبقى ايه؟ هيبقى عندي اثنين فيكتور اهم،
الفيكتور الاولاني اللي هو الريفولف الريفولف بتاع السي نفسه اللي هو السلوتر حوالين البيبت او ده هنسميه في سي بالنسبه لاو. يبقى انا عندي اثنين فيلوسيتي اهو في بي بالنسبه لسي وفي سي بالنسبه لاو. لو عايزين نجيب السميشن بتاعهم او الريزلتات بتاعتهم عادي جدا ان احنا نجمع الاثنين فيكتور. هتقابلنا الحكايه دي كتير قوي في بعض الابلكيشن. فاذا الكلام ده المجموع الاثنين دول بيمثل لي مين؟ بيمثل لي الفيلوسيتي بتاعت بي تو او. ايوه عايز تسال في ايه؟ عشان كده بقول لك ما تستعجلش في الاسئله قوي عشان انت عندك عجل كده في الاسئله. لو تتريش شويه هتلاقي ممكن السؤال يتجاوب عليه في الحال. تعال ناخد بقى حاله كده تطبيقيه على فور بار ميكانيزم. الفور بار ميكانيزم زي ما قلنا من اشهر الميكانيزمات اللي احنا بنتعامل معاها لان هو زي ما تقول القماشه بتاعت حاجات كتير قوي. يعني ممكن اركب عليه فور بار ميكانيزم معاه، اركب عليه لينك يعمل لي حاجه ثانيه يشغل لي حاجه ثانيه، انما الاساس بتاعني او الهيكل بتاعي هو الفور بار ميكانيزم. طب تعال نشوف الفور بار ميكانيزم ده لما نيجي نعمل له ريلاتيف ريفيرنج لاوريجينال بوينت في السي اس سيستم او الكوردينيت سيستم. في الحاله دي لو الفيكسنج لينك رقم واحد ناخد لينك كده ونحاول ان احنا نوجد علاقته بالاوريجينال بوينت، نشوف وضعه ونجيب البوزيشن فيكتور بتاعه ونجيب الايه الفيلوسيتي فيكتور بتاعه. يبقى انا عندي فيكسد لينك رقم واحد ده فيكسد لينك، انما في نقطه ثابته خارج الايه خارج الفور بار ميكانيزم اللي هي النقطه او دي. ده سي اس سيستم، ده الاوريجينال بوينت وده الاكس اكسس وده الواي اكسس. عند او هنا 00 اكس 0 واي 0. عايز اعرف بقى اللينك اي بي ده اللي هو الفيكسد لينك ده، عايز اجيب البوزيشن بتاعته بالنسبه للنقطه او والفيلوسيتي بتاعته بالنسبه للنقطه او. يبقى اللينك رقم واحد هناخدهم لينك كده ونحاول نربطهم بالنقطه او. فاللينك رقم واحد علاقته ايه بالكوردينيت سيستم؟ النقطه ايه اول نقطه في اللينك لما اجي اقول علاقتها ايه بالكوردينيت سيستم اللي عندي هتقول لي ان العلاقه بتاعتها بوزيشن بتاع ايه ريلاتيف تو او. ده الايه الوصف بتاع العلاقه بتاعت البوزيشن. طيب لو اتكلمنا على الفيكس لينك رقم 2 هنتكلم بقى على اللينك رقم 2 اللي هو لونه احمر ده، واللينك رقم 2 هناخد نقطه معينه منه اللي هي النقطه بي ونشوف علاقه النقطه بوزيشن بتاع النقطه بي بالنسبه للنقطه او. هتبقى ازاي؟ اهي بوزيشن بتاع النقطه بي بالنسبه للنقطه او هننسبها الاول لايه وبعد كده ننسب ايه لاو. اهو ده الشخص اللي ماشي في المترو وده الشخص الثاني نفس الفكره. يبقى البوزيشن بتاع النقطة بي الأول أنسبها لنقطة أنا عرفتها قبل كده اللي هي A. طالما إن A اتعرفت وأنا عارف A بالنسبة لـ O أقدر مش سهل إنما مش صعب إن أنا أنسب B بالنسبة لـ O مباشرة. فأنا الأول باخدها كناحية A ناحية متدرجة. يعني أشوف كونسيكونتلي الريليشن شيب بتاعتهم ماشية إزاي. فـB وـ A دول على لينك واحد فمش سهل إن أنا أنسب B لـA. طب ما A أصلاً منسوبة للـ O. فأنا هنا بعمل سميشن لتو بوزيشن فيكتور عشان في الاخر اجيب البوزيشن بتاعت بي بالنسبه للاو. نفس الكلام للينك سي اللي هو باللون الازرق ده، عايز اجيب النقطه سي. انا مش صعب ان انا اجيب سي بالنسبه للاو مباشره، فباخدها على خطوات مراحل. الاول اجيبها بالنسبه للبي وبعد كده اجيب البي بالنسبه للاي وبالنسبه للاي بالنسبه للسي. هتبص تلاقي هنا الريزلتنت عندك بقى اكتر من ايه اكتر من 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 فيكتور في الوقت واحد. نيجي لللينك رقم اربعه اللي هو اللينك الاخضر ده، عايزين برضو نجيب النقطة مثلا النقطة بتاعت النقطة دي بالنسبة للنقطة O. هاخدها بالتدريج، الأول أنسبها للسي وبعد كده أنسب السي للبي والبي بالنسبة للأي والأي بالنسبة للأو. وهكذا أمشي بالطريقة دي كل نقطة لغاية ما أوصل في الآخر إن النقطة A بالنسبة للنقطة O لو أنا عملت سميشن للكلام اللي فات ده كله هتديني اللي انت شايفه قدامك ده اللي هو مجموع الاليمنت او مجموع الايه البوزيشن فيكتورز اللي بتمثلها المعادله الاخيره دي. ودي بنسميها ايه؟ دي بنسميها اللوب كلوز بوزيشنز. وده مهم قوي الموضوع ده عشان نحل بيه حاجات كتير جدا. وده بنسميه اللوب اللي احنا مشينا فيه، احنا مشينا من A ل B ومن B ل C ومن C ل D. فده بيمثل عندي بلوب، واللوب هو عباره عن كايناماتيك تشين، كانك ماشي مع مجموعه من اللينكات، لينك بيوصل للينك، جوينت في لينك بتوصل لجوينت في لينك تاني عن طريق اللينك، وبعدين توصل لجوينت في لينك تاني عن طريق اللينك تاني وهكذا. دي بنسميها لوب.
فاللوب ده عباره عن ايه؟ بيلت اب فروم لينكس، مجموعه من اللينكات، بنبني اللوب ده من خلال مجموعه اللينكات دي اللي هي كونكتد مع بعضها من خلال جوينتس. وفي الغالب في الحاله بتاعت الفور بار ميكانيزم كل الجوينت عندي ريفولف جوينتس، يبقى اتش لينك كونكتد تو تو جوينت زي ما احنا عارفين. عشان يبقى احنا قلنا القاعده بتاعت ان هو يكون لينك، ان هو يكون على الاقل اتليست ان هو كونكتد مع تو جوينتس. يبقى اللوب مسميه لوب كلوزر ايكويشن اللي احنا وصلنا ليه، او الكلام اللي احنا هنتكلم فيه دلوقتي عشان نوصل لحاجه في الاخر ديفينيشن اسمه اللوب كلوزر ايكويشن. اللوب كلوزر ايكويشن هو عباره عن مجرد كينماتيك تشين زي ما قلنا لينك، وبنربطه بلينك تاني عن طريق الجوينت، والجوينت تتوصل بلينك تاني وهكذا لغايه ما نحصل على الايكويشن اللي احنا شايفينها دي، اللي هي بتوصف لي البوزيشنز فيكتور بتاع مجموعه من الجوينت موجوده في الايه في اللينك. طبعا لو بنتكلم على A to O، لو كان افترضنا هنا في الطرف الشمال B A to O في الطرف اليمين B A to O، نقدر الاثنين نلغيهم مع بعض، وبالتالي المعادله هتتبسط شويه. بدل ما كانت فيها طرف يمين وطرف شمال، وبدل ما كان فيها B A O مرتين، هتتبسط تبقى بالطريقه دي، وهيبقى معادله صفريه ومكونه من اربعه فيكتور اللي هو A to D، A to D، وبعد كده D to C، وبعد كده C to B، وبعدين B to A. تاني بص معايا انا ماشي ازاي بالماوس بتاعي عشان تعرف هي ليه لوب. اهو شوف كده معايا B A to D، وبعد كده D to C، وبعد كده C to B. انا بقرا هنا وبنفذ هنا. تاني B A to D اهو، يليه B D to C اهو، يليه B C to B اهو، وبعد كده B B to A اهو. رجعت تاني لنفس النقطة اللي بدأت منها، عشان كده اسمه لوب. ليه؟ لأنك من حيث ما بدأت تنتهي تاني. المعادلة دي اسمها معادلة اللوب كلوزر ايكويشن. طب أنت ليه بدأت من إيه؟ عادي جدا، أنا ممكن أبدأ من دي. كل اللي هيحصل إن أنا هرحل ده أخليه في الآخر. يبقى أقول B D to C، يعني كأني هبدأ من هنا. وده مش ههمله، لا هيجي في الآخر. يبقى نفس الحكاية، ممكن أبدأ هنا وأمشي كده كده وأجي هنا. لا أنا ممكن أبدأ من C عادي جدا. C to B، B to A وهكذا. البداية ممكن من أي بداية تبدأ، بس بشرط إن أنت تكمل اللوب بتاعك، وإلا ما يبقاش لوب. تكمل اللوب عشان ينتهي لنفس البداية اللي أنت بدأت منها. الإيكويشن اللي فوق دي بنسميها لوب كلوزر إيكويشن. لوب كلوزر إيكويشن. هيجي لك في الشيت بعض، بعت لكم أنا الشيت النهاردة بتاع المحاضرة دي. هيجي لك بعض الأسئلة يديك ميكانيزم يقول لك اكتب لي اللوب كلوزر إيكويشن بتاع الميكانيزم ده. يبقى اللوب كلوزر ايكويشن از ا بوزيشن ديفرنس بتوين فيريوس بوينت اوف ذا ميكانيزم ان سيكونس، وفي الاخر بتساوي المعادله بتاعتك تساوي ايه؟ تساوي صفر. لان انا تساوي صفر ليه؟ لان انا لما بدات من بوزيشن معين وعملت ديسبليسمنت ديسبليسمنت ديسبليسمنت، رجعت تاني لنفس الايه؟ لنفس البوزيشن، يبقى انا البوزيشن بتاعي ايه؟ صفر. عشان كده المعادله بتساوي صفر. في بعض الميكانيزمات فيها اكتر من لوب، يعني السيمبل ميكانيزم اللي هو الفور بار ميكانيزم ده وان لوب، لان اللينكات بتاعته فعلا هي شكلها عامله زي ايه؟ زي سيركل كده مع بعض، سيستم ماشي او سيكونس ماشي، بحيث انك لما تمسك نقطه منه وتمشي ترجع لنفس النقطه وما يبقاش عندك بدائل، ما جيش في لحظه معينه وعندك بدائل انك ايه تمشي كده او كده. انما في بعض الميكانيزمات زي الميكانيزم اللي عندنا ده اللي هو الكويك ريتيرن ميكانيزم، سلايدر كويك ريتيرن ميكانيزم ده، وانت ماشي على اللينكات بتاعته من لينك اللينك اللينك، هتلاقي في لحظه من اللحظات ان انت عندك ايه اوبشن، انك يا ترى كمل في الاتجاه ده ولا كمل في الاتجاه ده. في الحاله دي لما تلاقي عندك ميكانيزم بالشكل ده تعرف ان هو في اكتر من لوب. في بعض الميكانيزمات فيها اتنين لوب، في ثلاثه، في اربعه، في خمسه، في سته لوب، حسب كل ايه، حسب كل ميكانيزم. الميكانيزم اللي قدامنا ده اللوب الاحمر ده لوب، والازرق ده لوب تاني، هنشوفه بعد شويه بالتفصيل لما نيجي عند المساله بتاعت الموضوع ده. يبقى اللوب كلوزر ميكانيزم الديفينيشن بتاعته ليه كذا ديفينيشن الحقيقه، هو عباره عن كلوزر ايكويشن فيكتور ايكويشن، كلها فيكتورز. اما بنتكلم على بوزيشن بتاع حاجه لحاجه يبقى هنا كده ايه اسمها فيكتور.
هي ايكويشن انفولف فيكتورز، زي ما انت شايف المعادله بتاعته كلها فيكتور بي دي تو بي او بي سي تو دي، كلها ايه؟ كلها مكونات، وكل مكون منهم عباره عن ايه؟ عن فيكتور. It is written in terms of vector. The vector defined it a or the وظيفة بتاعت a describing the position of links and joint. بتستخدم الحقيقة أو هي بتستفيد من الفاكت اللي بتقول إيه؟ إن اللينك دايما connected على الأقل بتو إيه؟ بتو joints أو بتو connections. وبالتالي to go from one point to another عن طريق هذه الايه، عن طريق مجموعه الايه الفيكتورز دي عشان يتنقل من مكان لمكان ثاني. وبنحصل على ال LCE او اللوب كلوزر ايكويشن، ده بنحصل عليه ازاي؟ ان احنا نكتب البوزيشن بتاع one point relative to another point، وبعد كده النقطه الثانيه relative to another point، وهكذا يوم يتجمع عندي مجموعه من الايه الكونكشنز بين البوينت وبعضيها. بجمع مجموعه الكونكشن دي بسيكونس معين، السيكونس اللي هو انا ماشي فيه في اللوب، يقوم يديني الايه ال LCE او اللوب كلوزر ايكويشن. زي ما انت شايف كده، ده الوصف بتاع اللوب كلوزر ايكويشن بالتفصيل. يعني بيقول لك انا ممكن اوصف النقطه بي عن طريق تو اوبشنز، يعني هيبدا بالنقطه بي مثلا وليكن، يعني اسيوم انما ممكن ابدا باي نقطه عندي او اي بي سي، ممكن ابدا باي نقطه. فهو هيبدا مثلا بالنقطه ايه، بالنقطه بي، عشان يكتب البوزيشن بتاع النقطه بي ريلاتيف للنقطه او، وبيوريك ان هو ممكن يعمل الحكايه دي بطريقتين. ممكن يمشي في اللوب بتاعه من بي للنقطه او عن طريق بي اي او، او عن طريق يمشي في الاتجاه الثاني بي سي او، سيان الاثنين يؤدوا لنفس نفس الايه نفس الهدف. وده اللوب اللي هو ايه اللي عشان كده نقول ده هنا وان لوب، لان هو مغلق يعني من البدايه للنهايه. مثلا ممكن اوصل للنقطه للعلاقه الاولى بين بي واو عن طريق اللينك 4 واللينك 1 اهو، عن طريق 1 و4 ويوصلني للنقطه او. في الحاله دي هستخدم ايه؟ هستخدم الايه الفيكتورز دي اللي هو او علاقه بي بالنسبه لسي، وعلاقه سي بالنسبه لاو اهو، علاقه سي بالنسبه لاو وسي بالنسبه للبي. ممكن اجيب سي بي الاول واو سي تيجي بعديها او العكس، مفيش مشكله خالص. الترتيب هنا مش مهم. او ان انا امشي عن طريق 3 و2 زي ما انت شايف كده في الانيميشن اهو، 3 و2. وبالتالي بما ان انا بوصف هي نقطه واحده، فاذا سواء جبتها عن طريق 4 و1 او 3 و2، المفروض ال LCE او لوب كلوزر ايكويشن الاولى تحقق لي نفس النتيجة بتاعت الثانية، يبقى بالتالي اقدر اكتب الاثنين المتساويين. فانا عملت روت معين اللي هو 4 1 او 3 2، وجبت ال سي اي في حالة 4 1 وجبته في حالة 3 2، وبالتالي اقدر اساوي الاثنين ببعض واقدر احولها لمعادلة صفرية بقى. اقدر انقل حاجة من طرف الى طرف ثاني مع تغيير اشارته برضه، اهو غيرنا الاشارة وحولناها لمعادلة صفرية. طب الناقص ده لو عايز اغيره، لو عايز اغير الفيكتور او اي بدل ما يبقى ناقص عايز اخليه زائد، كل اللي يحصل ان انا اسميه ايه؟ اي او. فده اللي هيحصل اهو، حولناه لبوزيتيف، وبالتالي حصلنا في الاخر على ال LCE او اللوب كلوزر ايكويشن بتاع الفور بار ميكانيزم. انا عندي هنا ثلاث مسائل بحل نموذجي، ثلاث مسائل حل نموذجي بالارقام بالنتائج، هنحلهم مع بعض ونوريك ازاي طريقه الحل تمشي بيها سيستماتيك ازاي، بحيث انك تطبقها في اي حاجه. ده الكيس الاولى او الكويشن البروبلم رقم واحد او الكويشن رقم واحد، ده عباره عن فور بار ميكانيزم، مديني الابعاد بتاعته كلها ومديني الار بي ام واتجاهها. هتلاقي دايما في الميكانيزمات عندك الداتا دي تيبيكال يعني متكرره، اللي انت هتشوفه في الامثله الثلاثه دي هتلاقيه في اي سؤال خاص بهذا الموضوع. فكل اللي بيحصل انك بتترجم الداتا اللي موجوده عندك في التكست اللي موجود في السؤال، يفضل انك تنقله على رسمه ولتكن السكتش بتاع اللي اوت بتاع الميكانيزم اللي قدامك عشان تبقى عارف هو بيتكلم عن ايه. فانت بتنقل الابعاد، كل اللي بيحصل انك بيجي لك السؤال زي كده تكست زي كده، مش هيجي لك رسمه، مش هيجي لك رسمه، وانت بقى تترجم التكست ده الى رسمه. فهنا بقول لك فور بار ميكانيزم، اول ما تعرف فور بار ميكانيزم هتقوم راسم اربعه لك عادي يعني مفيش مشكله. وبيديك بقى ايه المسميات بتاعتها، اللينس بتاع اللينك او سي كذا اهو، او سي 11 اهو،
واللينك او او سي 11 او اي 2.5 وهكذا اي بي ومش عارف ايه كل دي الايه دايمنشنز والكرانك روتيت 120 ار بي ام كلوك وايز دايركشن. كلوك وايز دايركشن اللي هو في اتجاه عقارب الساعه اللي هو السهم زي كده. هتيجي في الامتحان وتغلط وهو يكون كاتب لك سي سي دبليو كاونتر كلوك وايز وانت تغلط وتعمل لها كلوك وايز دايركشن وتطلع تلاقي النتائج بتاعتك مش مظبوطه. وبعدين ترجع تزعل وتقول انا نسيت ما خدتش بالي. لا انا بحذرك من دلوقتي. خد بالك من اتجاه الروتيشن. اشتغل على اتجاه الروتيشن صح. ما تغلطش وتضيع المساله من اول كلمه فيها انك تمشي في اتجاه عكس عقارب الساعه. هي بيقول لك ايه؟ مع عقارب الساعه تمشي مع عقارب الساعه، عكس عقارب الساعه زي ما هو بيقول في السؤال. الابعاد زي ما هو موجود في المساله بتنقلها على الرسمه زي ما انت شايف كده وطالب مني ايه؟ الانجلر فيلوسيتي بتاعت لينك اي بي وبي سي. عايز هو مديك الانجلر فيلوسيتي بتاع اللينك او اي، عايز الانجلر فيلوسيتي بتاع اللينك اي بي واللينك بي سي. الاوميجا بتاعت ده والاوميجا بتاعت ده. فانت ممكن تسمي دي اوميجا واحد جيفن. انما اوميجا اثنين انت هتجيبها، اوميجا ثلاثة انت هتجيبها، ده اول مطلوب. عايز الفيلوسيتي بتاعت النقطة دي والدي دي مش موجودة في الرسمة، افتكر ان الرسمة دي مش موجودة. حاول تشغل الايماجينيشن بتاعتك شوية، حاول تفكر شوية. الفيلوسيتي بتاعت النقطة دي، ايه النقطة دي؟ دي مش موجودة في في المسميات بتاع الميكانيزم اللي عندي. الميكانيزم اللي عندي او اي بي سي، اي دي دي. عايزين دكتور، عايزين استاذ المادة. ايه يا ابني في ايه؟ يقول لك دي مش موجوده في المسمى. ما تكمل السؤال الاول، استهدى بالله كده وكمل السؤال. فبيقول لك ايه؟ بيقول لك هنا ان النقطه دي 5 سم فروم اي اون لينك اي بي. اه يبقى دي نقطه داخله في الميكانيزم. دي نقطه داخله في الميكانيزم، يبقى انت عرفت مكان النقطه دي. عايز الفيلوسيتي بتاعت النقطه كمان ايه؟ اه تاني ايه؟ آه دي مش موجوده. لا اقرا كمل. 2.5 سم فروم بي، هي تبعد 2.5 سم فروم بي. فين؟ فروم بي في انهي اتجاه؟ اصبر. لاينج اوتسايد ذا اكستنشن اوف اي بي، خارج الاكستنشن بتاعت اي بي، يعني على امتداد اي بي هنا كده. يعني ده مكانها هنا كده. عايزين نجيب برضو بالنسبه للنقطه دي الفيلوسيتي بتاعتها. لما بنقول فيلوسيتي بنقول فيلوسيتي بالنسبه لمين؟ بالنسبه للفيكسد بوينت اللي هي او او سي. المطلوب الرابع الفيلوسيتي اوف بوينت اف. وايه بوينت اف دي؟ تاني برضو ايه المشكلة؟ المشكلة دي النقطة اف دي within which is 3 سم from نقطة بي، يعني تبعد عن 3 سم في انهي اتجاه؟ مش عارفين. وبتبعد 6 سم from A مش عارفين. لا عارفين. عارفين ازاي؟ ايه؟ بالبرجل. هنركز هنا بالبرجل ونفتح 2.5 سم ونركز هنا ونفتح 3 سم يتقابلوا في نقطة، يبقى انا جبت نقطة هنا نقطة ايه؟ نقطة اف. ده السؤال. انا حاولت ان انا اجيب لك السؤال ده كل الاحتمالات عشان يبقى انت غطيت الموضوع بتاع الفور بار ميكانيزم. اي فور بار ميكانيزم هيجي لك مش هيخرج بقى عن الايه؟ عن الايه المتطلبات دي. انا عامل تمبلت للحل وعايزك تمشي عليه. اما تيجي تحل دي الخطوات اللي ايه اللي مطلوبه. انك ترسم السكيماتيك او السبيس دايجرام تو سكيل. يعني المساله اللي جات لك دي الارقام دي ترسمها تو سكيل. وانت بقى انا هحدد لك في السؤال السكيل، يعني انت عاده بتحدد السكيل، بس انا عشان اوفر عليك الوقت وانك ما تغلطش وتعمل سكيل صغير وتلاقي نفسك خرجت بره البنش وعمال ترسم خطوط بره البنش او ترسم خطوط في الصفحه اللي لسه ورا، ها؟ فانا هديك الايه؟ السكيل عشان احكمك شويه في الايه؟ فاحنا هنديك الايه؟ السكيل ونسهل عليك شويه. عايزين ال سي اي اللوب كلوزر ايكويشن بتاع الميكانيزم ده. هنحول ال ال سي ده للفيلوسيتي ايكويشن، هو نفسه هنحوله للفيلوسيتي ايكويشن. ليه ده؟ لان ده اللي هيساعدني بعد كده عشان ديفلوب الفيلوسيتي تيبل. فاكرين اللينك تيبل والجوينت تيبل والكينماتيك ديكرام تيبل اللي خدناه في المحاضره اللي فاتت؟ هو تقريبا زي كده، بتستفيد من معلوماتك بتاعه الكلام ده وتعمل التيبل بتاع اللي بنسميه الفيلوسيتي تيبل. بعد كده ترسم الفيلوسيتي ديجرام تو سكيل. وخلي بالك السكيل ده غير السكيل ده، ملوش علاقه ملوش علاقه ببعض خالص. انت تختار السكيل للناس لان هنا تبقى فيه ارقام وهنا فيه ارقام حسب طبعا الار بي ام، فهيبقى هنا فيه سكيل وهنا فيه سكيل تاني. فايند ذا نيسيسري انون. النيسيسري انون بقى اللي هي ايه؟ اللي هي الحاجات اللي هو طالبها هنا في السؤال. كل اللي فات ده هو ده النيسيسري انونز.
اللي هو الانجلر فيلوسيتي والفيلوسيتي ومش عارف ايه. بسم الله الرحمن الرحيم، توكل على الله، نشوف ازاي نتعامل مع السؤال ده. ادي الميكانيزم بتاعي، درو الدياجرام تو سكيل. انا هنا المقاسات يعني قريبه انها تترسم واحد لواحد، 11 سنتي 7 سنتي، اوكي ممكن تمشي واحد لواحد. ورسمنا المسميات بتاعت الايه الميكانيزم. ومهم قوي ان تكون وانت بترسم الميكانيزم ده تكون اكيوريت في رسوماتك، يعني معاك ادوات نظيفه، معاك قلم رصاص نظيف، معاك المنقله بتاعتك والبرجل والحاجات دي عشان ترسم الكلام ده ايه بسكيل، لان هنا الخطوه دي مطلوب ان هو يترسم بسكيل. اول مره نطلب منك سكيل، بقى لنا اربع محاضرات بنقول لك اعمل اللي انت عايزه، لا هنا بنقول لك ارسم اكيوريت وسكيل ويز سكيل. دي لانك هتاخد من الرسمه دي النسيسري داتا، بقى هتجاوب على كل الايه النسيسري داتا اللي ايه، لو غلطت في زوايا، لو غلطت في اي حاجه، غلطت في اتجاه الدوران عكسته، غلطت في لينك زودت طوله قصرت طوله، كل ده ايه كل ده هياثر على ايه. الخطوه رقم 2 الكلوزر ايكويشن، احنا لسه متكلمين عنها دلوقتي وكوناها قبل كده للايه، والفلوستي ايكويشن نفس الحكايه حولناها هي هي، ترجمناها من بي اي تو او الى في اي تو او، بس ما فيش اكتر من كده. طبعا ممكن نختصر في الفلوستي ايكويشن دي ان الحاجات مثلا في سي تو في او سي، او سي دول الريلاتيف بوزيشن بتاعتهم، او انا اسف الريلاتيف فلوستي بتاعتهم تساوي كام؟ تساوي زيرو. فانا ممكن اشيلهم من هنا واعوض عنهم بزيرو وابسط المعادله شويه، لما المعادله تتبسط هتبقى حاجه زي كده معادله صفريه، او ممكن اجيب طرف منهم في الايه يعني في بي سي ممكن تتحول للطرف الثاني، او تظل هي عشان هي ناقص نقلتها هنا وسبت الباقي في ايه في مكانه، يعني في اي تو او بي اي تو اي دي ماينس جبتها الطرف الثاني، او اغيرها اخليها سي تو بي، ممكن تسيبها في نفس الطرف وتشيل علامه الناقص دي وتغير الايه الترتيب، او تنقلها الطرف الثاني مفيش مشكله. خطوه رقم 4 ديفلوب الفلوسيتي تيبل، هو ده الاسطمبه اللي انت هتتحاسب عليها واللي عايزك تمشي عليها، اللي هو ايه الفلوسيتي تيبل ده. اول كولوم فيه اللينك مسمياته واطواله، اطواله مش بسكيل، اطواله اللي في المساله، خلي بالك افرض انت رسمت بسكيل، لا ما تنقليش الابعاد اللي في سكيل بتاعك، انت الارقام اللي في الايه اللي في المساله. والمسميات بتاعت الفلوسيتي بتاعته، يعني في اي او هتبقى في اي تو او، بي تو اي بي تو اي وهكذا. وتحدد لي هنا الاتجاهات بتاعته، انت من الاول عارف ان اي تو او عمودي على او اي، وبي تو اي عمودي على بي اي، وسي تو بي عمودي على، لسه احنا قلنا الكلام ده من شويه. فانت بتحدد الحاجات اللي فيها سلايدنج هتقول ان هي بارلل، هيبقى عندك في التيبل ده حاجتين، يا اما عمودي على يا اما بارلل، مفيش اكتر من كده. الحاجات اللي سلايدنج كلها هتبقى ايه بارل، هتبقى لاين بارل، مفيش ايه مفيش هنا عمودي، بارلل بارلل لسطح معين. انما الحاجات اللي فيها ريفولف كلها عمودي على. بعد كده الفيكتور ريبريزنتيشن، اللينك اي او هنمثله ازاي في الفلوس دياجرام؟ هنمثله باللينك او اي. طب ما هو ده اللينك الوحيد اللي معروف والفلوسيتي الوحيده اللي معروفه والانجلر فلوسيتي الوحيده اللي معروفه، يبقى اخلص منهم من اول خطوه، وانا هنا في الصفحه دي وانا هنا في الخطوه دي اقوم حاسب الاوميجا بتاعتي 2 باي ان على 60، طلعت لي ما تضربش باي، انا بسهل عليك اهو، ما تطلعليش قيمه باي وتحطها على الكالكوليتر وتضربها، طلع لي كل حاجه فانكشن اوف باي، كام باي؟ 10 باي 12 ونص باي 13 باي. ليه؟ لانك انت الباي دي بتبرجل لك الايه الجرافيك بتاعك، بتخلي عندك كسور وتتعبك في الجرافيك، فانت سيبها كده على جنب باي واعتبرها كانها سكيل، وفي الاخر خالص النتيجه تقوم ضاربها في ايه في باي. يبقى نطلع كل حاجه زي ما انت شايف كده، الاوميجا بدلاله باي، وبالتالي الفيكتور في الوسط هتبقى بدلاله باي. فانا طلعت الاوميجا 2 باي ان على 60 طلعت 4 باي، عايز اجيب الفلوسيتي او اي. احنا قلنا لسه من الاول قلنا خالص ان الفلوسيتي بتاعت ايه بالنسبه لاو عباره عن الاوميجا في طول الضلع، يبقى انا بضرب الاوميجا اللي انا حسبتها اللي هي 4 باي، وطول الضلع ده جبته من التيبل، ما ارجعش بقى للمساله تاني خلاص، بدل ما انا انتربريتنج الداتا بتاعت السؤال على التيبل وعلى الرسومات اللي عندي مش لازم ارجع للمساله تاني. يبقى بضرب او اي في اوميجا تطلع لي القيمه النهائيه دي اللي هي الفيكتور ريبريزنتيشن. ودلوقتي التيبل ده عندك يعتبر دلوقتي من اول خطوه جاهز، ما عدا الاربع قيم دول، ما عدا الاربع قيم دول. انا عايز اوجد الاوميجا بتاعت
اي بي اللي هو الضلع الازرق، وعايز اجيب الاوميجا بتاع الضلع بي سي اللي هو الضلع الاخضر، ومنهم اقدر اوجد اضرب الاوميجا بتاعتهم في الطول يديني الفيكتور السرعه بتاعت اي ريلاتيف تو بي، والفيكتور بتاع السرعه بتاعت سي بالنسبه لبي. دول هيؤجلوا لغايه ما نرسم الايه الفيلوسيتي دايجرام. نبدا نرسم الفيلوسيتي دايجرام ان احنا نختار نقطه اربيتري موشن اربيتري بوينت، اربيتري بوينت يعني نقطه اختياريه تمثل لي الفيكسيشن او الفاونديشن او النقطه الثابته. انا في اللينك ده عندي نقطتين ثابتين، عشان كده هيندمجوا هنا ويبقى اسمهم او اند سي في نقطه معينه. انا برضو في الامتحان هقول لك النقطه الثابته دي تحطها فين بالنسبه لللور ليفت كورنر في الكراسه، عشان برضو بلاقي هنلاقي فيه مشاكل كتير جدا في رسم البلوز دايجرام. سلايد البلوز دايجرام دخل على حساباتك والخطوط دخلت على رسمه ثانيه، فاحنا عشان ننظم شغلك هنقول لك ان النقطه دي اللي هي او سي دي على بعد كام من اللور ليفت كورنر بتاع صفحه الكراسه بتاعتك. يعني ادي الكراسه بتاعتك هي بتاع الامتحان، هتلاقي في السؤال بيقول لك ايه، ابدا الفلوس دايجرام اوريجينال بوينت بتاعتك عند 10 و10 من اللور ليفت كورنر بوينت. ادي اللور ليفت كورنر بوينت، هتاخد انت كده 10 سم مثلا، وتاخد كده 10 سم وتبدا تحط هنا الايه النقطه بتاعه الايه الاوريجينال بتاع الفلوس دايجرام، تبدا تشتغل بلوز دايجرام من النقطه دي، عشان عاملين حسابنا ان انت ما تخرجش لا فوق ولا تحت ولا شمال ولا يمين. يبقى اول خطوه ان انا بحدد الايه الاربيتري بوينت وبحسب الاو اي. انا حسبته خلاص وحطيته في الجدول اهو، احنا عارفين هو عمودي على او اي. الاول ترسم خط عمودي كده على او اي اللي هو اللي انا رسمته ده اهو، ده الخط العمودي اللي اترسم عمودي على او اي اهو. الخط العمودي ده هنقله ابتداء من نقطة O بطوله اللي محسوب بيه اللي هو يساوي 10 باي. افرض انت عايز تاخد سكيل 1 لباي، يبقى ترسم ده كام سنتي؟ 10 سنتي. افرض عايز تاخد سكيل 1 ل 2 باي، يبقى ليه ترسم كام سنتي؟ 5 سنتي. احنا هنقول لك على السكيل، هنبقى نقول لك برضه على السكيل. يبقى ده أول خطوة، وده الفيكتور الوحيد اللي هو نون فاليو أند دايركشن، معروف الاتجاه بتاعه والفاليو بتاعته، لان الاوميجا معروفه الار بي ام معروفه. بعد كده عايزين نشوف الضلع الثاني اللي هو الضلع اي بي، زي ما عملنا في الضلع الاولاني عارفين الاتجاه بتاعه عمودي على اي بي اهو، رسمت خط عمودي على اي بي، مجرد ان انقل موازيات. اتعلم ازاي تنقل بالمثلثات متوازيات، تنقله هنا هو اي تو بي، يبقى ابدا منين؟ ابدا من اي عشان اوجد بي. ده هسميه الايه البي لاين، ده المفروض انا اسميه كده البي لاين. بعد كده اشوف الايه الضلع الثالث اللي هو الضلع الاخضر ده، اشوف برده الايه العمودي عليه. وبعد كده انا بجيب دلوقتي ايه بالنسبه لمين؟ بجيب السي بالنسبه لبي، سي بالنسبه لبي. انا عندي سي فين اهي، يبقى هبدا الخط العمودي ده او الفيكتور العمودي ده هبداه من هنا. انا ما اعرفش هنا فين، حتى اللي مش فاهم باللوجيك كده يعرف انه ما يقدرش يبداه من هنا، لان هو انت بتتكلم على حاجتين، بتتكلم على انه الريلاتيف فيلوسيتي بتاعت بي تو سي، يبقى لازم تبدا من سي. وكمان حاجه تانية تاكد لك انك تبدا من هنا، ان انت مش عارف هتبدا من هنا فين، لان ده لسه داش دي لاين خط عمل ترسمه، احنا مش عارفين طوله كام لسه. لما ننقله هنا هيتقاطع مع الخط الازرق مع الخط الاخضر دول في نقطه، يبقى النقطه دي تمثل لي مين؟ بي. يبقى الانترسكشن بوينت هي اللي بتحدد لي النقطه بي. يبقى ده المثلث ده اللي هو او اي بي، او اي بي ده اللي هو الفيلوسيتي دايجرام بتاع الفور بار ميكانيزم ده. الخطوه اللي بعد كده الخطوه رقم 6، هنوجد النيسيسري داتا. بما ان انت اوجدت الفيلوسيتي دايجرام، تقدر تستخدم الفيلوسيتي دايجرام ده عشان تجاوب على الاربع اسئله اللي باقيين دول. طبعا دي المعادله بتاعه الاي سي اللي انت استنتجتها قبل كده. هتبدا انا اسمي ده فيجر واحد، هناخد من فيجر واحد ده حاجات ونطبقها على فيجر اتنين، هنربط الاتنين دول من بعض. لما بقول ان فيجر واحد انا بقصد الفلوس دايجرام ده. الفلوس دايجرام ان فيجر واحد الفلوسي كومبوننت اي بي، فين اي بي؟ اهي ده ال ال اي سي بتاعك، وعشان كده بناء عليه حددنا اتجاهات الاسهم، يعني في اي تو او اللي هو ايه او اي، وفي بي تو اي اللي هي اي بي،
تساوي في بي تو سي اللي هي سي بي. عشان كده السهم ده تحدد في الاتجاه ده، والسهم ده تحدد في الاتجاه ده، والسهم ده تحدد في الاتجاه ده. انا جبت الاسهم دي منين؟ من المعادله بتاع الاي سي ده بتاع الميكانيزم ده. هي اللي قالت لي ان اللينك الازرق ده السهم الفوق، وقالت لي ان اللينك الاخضر ده السهم، وده رايح ناحيه الايه؟ ناحيه اليمين. فانا بشوف من الفيروس دايجرام ده اتجاهات الاسهم، اشوف الاسهم دي لما اطبقها هنا على اللينك نفسه، يعني من فيجر واحد الفيلوسيتي كومبوننت اي بي بتوضح لي ان اللينك اي بي اللي هو موجود في فيجر 2 اللي هو ده موف ابورد، كانه بيتحرك فين؟ وهيقول لي بيتحرك لفين؟ لفوق ولا لتحت؟ لفوق. بيتحرك لفوق حوالين مين؟ حوالين نقطه ايه. انت بتتكلم على بي تو ايه، يبقى اللينك ده كده كانه بيتحرك لفوق. يبقى الاوميجا بتاعته في انه اتجاه؟ كلوك وايز ولا كاونتر كلوك وايز؟ كاونتر كلوك وايز. يبقى دي اول نتيجه وصلت ليها، ان ده كاونتر كلوك وايز. اقوم ناقلها فين؟ ناقلها في التيبل اهو، واحده 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 واحده. ربطت، استنتجت، سجلت، ربطت الفيكتور دايجرام بالسبيس دايجرام او بالسكيماتيك دايجرام. الاول انا طبعا ربطت الفيلوسيتي ايكويشن بالاسهم، وبعد كده خدت الفيكتورز دي ورجعتها تاني لوضعها على الايه؟ على اللينك بتاعها. هي اللي تحدد لي اللينك ده بيتحرك ازاي، واقوم عامل هنا سهم كده عشان ما انساش اهو، ده اتجاه كاونتر كلوك وايز، واقوم كملت حاجه من الحاجات اللي ناقصه. اجي للينك اللي بعد كده اهو، برضو الاخضر ده اللي هو اللينك بي تو سي اللي هو يتنطق سي بي، اشوف انقله هنا مره ثانيه، واشوف اللينك ده حوالين النقطه سي، تفتكر يتحرك في انهي اتجاه؟ كلوك ولا كاونتر؟ كلوك وايز. يبقى انا عرفت ان هو كلوك وايز اهو، اقوم ناقل الكلوك وايز فين؟ في مكانه. يبقى انا خلصت دول. يبقى انا حددت دلوقتي معلومه مهمه جدا، اتجاه الروتيشنال بتاع اللينكات اللي موجوده عندي. طبعا ده من الاول معروف، وده استنتجته وده هستنتجه. ناقص عندي بس ان انا ايه؟ ان انا اقيس المسافات دي واعوض هنا بالايه؟ بالقيم دي. اقيس او بي او سي بي واقيس بي اي، واشوف القيم دي واسجلها عشان اوجد منها القيمتين دول، ولما جبت القيمتين دول اقسمهم على الاطوال اوجد ايه؟ الاوميجات اهو. يبقى تو فايند الماجنيتيود اوف فيلوسيتي ميجر اي بي، الاول اقيس اي بي اهو، اقيس ده واقسمه على مين؟ اقسمه على الطول ده اللي هو 7.5. يبقى جبته اضربه الاول. طبعا هنا نرجع تاني نضرب في السكيل، ما تنساش بقى هنا ترجع تضرب في السكيل بتاعك. السكيل بتاعك كان 1 الى باي، فانا ده لما قسته طلع 7.35 بالحسابات بتاعتي. اي بي 7.35 اضربه في باي يديني الاي بي، ونفس الحكايه سي بي هقيسه واضربه في باي اهو، طلع 7.34 مضروب في باي. ناقص بقى الاثنين دول، هوجد بقى ايه؟ الاوميجات. تو فايند السنس خلاص انجلر فيلوسيتي بتاعت الفي بي تو اي تساوي اي بي في اوميجا 2. انا وجبت ده وعندي ده جيفن، يبقى اقسم ده على ده يديني اوميجا 2 اهو، واسجل اوميجا 2 في مكانها. نفس الشيء هجيب اوميجا 3 اللي هي بتاع اللينك الاخضر ده، هقيس في بي سي، بي سي ده اللي هو الاخضر، اقسمه على طول سي بي ده اللي هو 7، يوم يديني الايه؟ يديني الاوميجا اللي سميتها اوميجا 3. نعم. ايه؟ على حسب السهم اللي نقلته من الفيكتور دايجرام للينك، هو بيشد اللينك فين؟ كده ولا كده؟ ده اللي ايه؟ ده الفيروس دايجرام تو سكيل. وطبعا انا زودت عليه شويه من عندي مع انها مش مطلوبه، بس عشان تبقى ريفرنس بالنسبه لك زودت لك الايه؟ الزوايا. اهي. يبقى أنا دي الاطوال بمحسوبه والزوايا بتاعتها كام. الانترميديت بوينت دي كان في السؤال النقطه دي اللي هي تبعد 2.5 عن نقطه بي وتبعد 7.5 عن النقطه A. طبعا اللينك اي بي ده ليه انجلر فيلوسيتي واحده، واي نقطه عليه تستجيب للانجلر فيلوسيتي وتمشي عليها، مفيش خيار. يبقى لما اقول مثلا اللينك بي اي او اي بي ايا كان ليه انجلر فيلوسيتي، طب لما اقول الجزء منه اي دي ليه نفس الانجلر فيلوسيتي، طب لما اقول جزء تاني بي دي ليه نفس الانجلر فيلوسيتي. طب ما نيجي نكون معادله الانجلر فيلوسيتي بطريقتين. طريقه ان انا استخدم الدي بالنسبه لاي، لو قلت الاوميجا بتاع اللينك ده بتساوي الفيلوسيتي بتاعت دي على طول اي دي، هي نفسها تساوي
الفلوس بتاعه البي على اللينك اي بي. طب ما هذا اللي انا عملته هنا. المعادله دي فيها كام بارامتر؟ فيها 5 بارامتر. معروف منهم كام؟ معروف منهم 4. اللي هم مين اللي معروفين؟ الاطوال كلها معروفه. الدي اي معروف، دي اي المسافه دي معروفه 7.5، هو قال لي كده. طيب الاي بي معروف طوله كام؟ لا ده 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 اي دي 5 واي دي 7.5. طيب البلس بتاعت دي بالنسبه لاي مش معروفه، دي الوحيده اللي بالاحمر دي مش معروفه، انما البلس بتاعت بي بالنسبه لاي ما هي اي بي اللي في البلس دايجرام. يبقى اذا واوميجا 2 انا جبتها قبل كده لسه حاسبها من شويه، يبقى كل القيم دي معروفه ما عدا ده. يبقى بسهوله جدا ان انا اقدر اوجد الاي الفي دي تو اي. يطلع كام؟ يطلع زي ما يطلع. يطلع في دي تو اي طلع 7.57 بي دي تو اي. يبقى انا اجي هنا على البلوس دايجرام ده ومد نقطه بي بالقيمه دي اللي هي 7.57، بس اقسمها على ايه؟ على باي، عشان ارجعها تاني عشان تبقى تو سكيل. يبقى هقسم القيمه دي واقسمها على باي واجيب الاماونت دي وامد الضلع ده اللي هو اي بي، امد الضلع اي بي على استقامته، لان النقطه دي على النقطه دي جوه ايه؟ انا اسف مش على استقامته، دي انترميديت بوينت. اشوف هي تبعد عن قد ايه الفي دي تو اي، يعني اشوف بتبعد عن ايه بكام اهو، اللي هو الجزء ده اللي حسبته اللي هو يمثل 7.57 من النقطه ايه، واحدد النقطه دي. اتفضل. لا انا لسه ما كلمتش عن الاوريجن خالص، ما جتش عند الاوريجن، انا بحسبها نقطه تقع بين A و B، ما لهاش علاقه بالاوريجن خالص، انا بحسبها مكانها فين على اللينك A B. طبعا لازم تقع في الفلوس دايجرام، بما ان هي في السبيس دايجرام على اللينك A B يبقى لازم في الفلوس دايجرام تقع فين؟ على اللينك A B. فين اللينك A B في الفلوس دايجرام؟ اهو ده اهو، هي تقع هنا على الخط الازرق ده في مكان ما. فانا عايز اعرف المكان الما ده عن طريق الايه؟ عن طريق النسب دي، عن طريق التنسيب ده. لما عملت التنسيب ده طلع لي اي دي. اي دي يعني ايه؟ يعني هي تبعد عن ايه بكام؟ تبعد عن ايه بكام؟ عن دي بكام؟ عن ايه بكام؟ ايوه تبعد عن ايه بقيمه معينه. فانا جبت القيمه المعينه دي واللي هي طلعت 4.9 4.9 وضربتها في اقسمها بقى على باي هتطلع 4.9. يبقى انا اجي هنا من نقطه ايه واخد 4.9 اهي اهي 4.9 مكتوبه اهي، يبقى المسافه دي تساوي 4.9، في حين ان ايه بي كله 7.35. يبقى انا جبت الوقت النقطه دي. عايز اوجد سرعه النقطه دي اجيبها ازاي؟ ريسبكت تو او. يبقى انا اوصل الشعاع اللي انت شايفه ده من او للنقطه دي عشان اوجد الابسوليوت فيلوسيتي بتاع النقطه دي بالنسبه للنقطه او. يبقى الحكايه دي تمت خطوتين، خلي بالك. الخطوه الاولى استخدمت المعادلات دي التنسيب ده عشان احدد اللوكيشن بتاعها بس على اي بي. اللوكيشن بتاعها على اي بي ده مكانها في الفلوس دايجرام، انما مش ده سرعتها. عشان اوجد سرعتها لازم نسيبها النقطه ايه؟ ثابته. يبقى انا اجيب من النقطه الثابته للبوزيشن بتاعها، يبقى ده هو اللي بيمثل لي الايه؟ الفلوس بتاعت النقطه دي. دي انترميديت بوينت. كان في السؤال في نقطه بقى خارج اللينك اي بي، هنشوفها كده مع بعض، اللي هي النقطه ايه؟ دي اللي هي نقطه خارج اللينك اي بي. برضه هنا في الفلوس دايجرام تفتكر هتكون فين؟ هتكون بين اي وبي ولا خارج اي بي؟ خارج اي بي. هي هنا في السبيس دايجرام خارج، يبقى هنا في الفلوس دايجرام هتبقى خارج. هنستخدم نفس المعادلات، بما ان اللينك اي بي لانجلر فيلوسيتي واحده هو او اللي خلاله ان بتوين اي وبي او حتى في الاكستنشن، يعني النقطه اي هتلف مع اي بي في نفس الاتجاه وبنفس الانجلر فيلوسيتي، يبقى انا باخد برضو الايه النسب والتناسب. بقول ايه؟ بقول الاوميجا، بقول السرعه بتاعت اي اي على الطول اي اي دي المفروض تديني الاوميجا. نفس الشيء السرعه بتاعت بي اي تو اي على اي بي المفروض تديني نفس الاوميجا. عملت المعادله دي هيطلع عندي مجهول واحد. ايه هو المجهول الواحد ده؟ اللي هو اي اي، اللي هو بعد النقطه اي عن النقطه اي في البلوس دايجرام. يعني هتبعد هنا في مسافه قد ايه؟ تيجي فين هنا كده؟ هنا 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 تيجي فين؟ هو ده اللي انا ايه اللي انا حسبته هنا، طلعت 9.8. يبقى انا باجي هنا
وبالمسطرة أو بالبرجل باخد طول يساوي 9.8 وحدد نقطة. ده البوزيشن بتاعها في الفلوس ديجرام. عايز أوجد الفلوس بتاعتها بقى أجيبها إزاي؟ لازم أخد شعاع منين؟ أهو اللي هو ده. الأول حددت مكانها في الفلوس ديجرام هنا على امتداد الخط ده، وبعد كده خدت الشعاع ده عشان يديني ايه؟ يديني البروس بتاعت النقطه تطلع 7.91. نيجي للنقطه الاخيره اللي هي الاوفست بوينت، اللي هي لا هي على الخط ولا على الاكستنشن بتاعه، دي اوفست معاه، يعني كان ده ترنري لينك، كانه تحول الى ترنري لينك، بقى فيه نقطه اضافيه اللي هي نقطه اف، بس يديني مواصفاتها اللي انا جبتها بالبرجل في السبيس دايجرام 3 و6، وركزت وهنا جبتها في المكان بتاعي. طب دي هحلها ازاي؟ دي هنرجع للال اي سي او اللوب كلوزر ايكويشن للينك ده. بس اقدر اقول ان الفي بتاعت اف بالنسبه لاو، او فادني هنا كمان اهو، الفلوس بتاعت نقطه اف بالنسبه للنقطه او بتساوي الفلوس بتاعت نقطه اف بالنسبه لاي زائد الفلوس بتاعت اي بالنسبه لاو. واحد يقول لي مش عاجبني الكلام ده، ماشي، ممكن اقول حاجه ثانيه، اقول الفلوس بتاعت النقطه اف بالنسبه لاو بتساوي اف بالنسبه لبي زائد الفلوس بتاعت بي بالنسبه لسي، وسي هي نفسها او، يمشي ده ويمشي ده. المهم ان انت لما تطبق في الكلام ده هتوصل في الاخر للايكويشن دي. نطبق بقى الايكويشن دي على الواقع. هنيجي ناخد المعادله بتاعت ال سي اي بتاعت اللينك الترنري لينك ده اللي هو اي اف بي ونتعامل معاه. هنيجي ناخد العمودي على اي اف، ونيجي هنا من نقطه اي وناخد موازي ليه اهو، ناخد ده وناخد من نقطه اي عمودي عليه اهو. طوله كام؟ انا مش عارف طوله كام. نفس الكلام هنا، هاخد عمودي على اللينك اف بي برضه طوله كام، ولكن يبدا من نقطه ايه؟ من نقطه اهو ده العمودي، وهيبدا من نقطه بي يتقابل مع اللاين ده. اللاين ده اسمه ايه؟ مين يسمي لي اللاين ده؟ انا مش كاتب اسمه بس عايز اسميه ايه؟ اف لاين. ده اسمه اف لاين، يعني نقطه اف هتقع على اللاين ده. طب اللاين ده هسميه ايه؟ برضه اف لاين. وبما انهم الاثنين اف لاين، عشان المعادله دي تتحقق لازم نقطه اف تكون ايه؟ الانترسكشن بينهم، وده اللي حصل. هنوجد النقطه دي، هي دي نقطه بالنسبه لي نقطه ايه؟ اف. طيب عايز اوجد سرعه النقطه اف، لان انا جبت البوزيشن بتاعها دلوقتي في الفلوس دايجرام، عايز اوجد الابسوليوت فلوس بتاعتها. اوصل مين؟ اوصل او بالاف اهو، وصلت او بالاف، جبت سرعتها كده. خلصنا السؤال. حد عنده سؤال؟ عندنا ثلاث أسئلة، خلصنا واحد، باقي سؤالين. نشوف السؤال الثاني هيبقى سيستماتيك بنفس الطريقة برضه. ده هنا بقى على مش على فور بار ميكانيزم، على سلايدر ميكانيزم. يعني عندي بيستون كرانك كونكتنج رود، ومسهلين عليك المره دي، مخليين الاكس بتاع البيفوت بتاع الكرانك ان لاين مع اللاين اوف ستروك بتاع البيستون. احيانا ممكن يجي لك مختلف، ممكن يكون فيه شيفت زي الكيس دي. الميكانيزم ده هو نفسه الميكانيزم ده، بس هنا الايه السلايدنج لاين شيفتد شويه عن الايه عن الايه عن الكرانك بيفوت. ما تفرقش خالص، هتفرق بس عندي بس في الايه في السكيماتيك دايجرام او في السبيس دايجرام. وانت بترسم السبيس دايجرام تاخد بالك من الايه من الشيفت ده. وانس انك رسمت السبيس دايجرام بتنسى بقى ايه التفاصيل دي، انك كله بتاخد ايه اعمده وبتنقل الاعمده دي للفلوس دايجرام، فمش هتفرق معاك حاجه. طيب دي نفس الخطوات هي هي، ورسمنا السبيس دايجرام تو سكيل اهو. هنا السكيل خدنا 1 إلى 10 لان دي 200 فخدناها 20، ودي 50 خدناها 5. وعملنا اللوب كلوزر ايكويشن ده سهل جدا بنفس الطريقه، ومنه جبنا الفيلوسيتي ايكويشن برضه سهل زي اللي عملناه قبل كده، مش هنتكلم فيها. وده التيبل او الفيلوسيتي تيبل بتاعي نفس الطريقه ونفس اللينكات نفس الكلام، والاربعه دول برضه هيبقوا هم اللي ايه اللي ناقصين عندي.
هنبدأ برضو ناخد الاوريجينال بوينت او الالبرتري زيرو بوينت اللي هي او سي، ادي او وادي النقطه دي اللي هي بتمثل لي السطح السلايدنج سيرفيس، ده هتمثل لي هي نقطه سي. ايه اللي معلومه عندي؟ نفس الحكايه، طالما ان الكرانك بس هي الكرانك كاونتر كلوك وايز، خلي بالك من الاتجاه ده كاونتر كلوك وايز، يبقى النقطه ايه هي النقطه اللي معروفه اتجاه ومقدار. اقدر اجيب الفي اي او اي في اوميجا، وانا عندي اوميجا حسبتها طلعت 6 باي، وجبت ضربت الاوميجا في الاو اي اللي هو يعتبر هنا 50، فطلعت 300 باي. سيب باي زي ما هي ما تفكهاش. الخطوه اللي بعد كده عايزين الاو اي نرسمه من نقطه الاربيتري اوريجينال بوينت، هناخد عمودي على او اي، طبعا الضلع ده معروف قيمته فهيبقى منتهي، معروف قيمه واتجاه، قيمته اهي اتجاهه العمودي ده. الخطوه اللي جايه عايز اجيب الضلع اي بي، الضلع اي بي اشوف العمودي عليه اهو، ده العمودي على الضلع، انقل العمودي ده، انقله فين؟ في او ولا في ايه؟ في ايه اهو، نقلته في ايه، طوله كام مش عارفه، اسمي ده ايه؟ دي لاين، دي لاين دي، انا عايز اجيب النقطه بي لاين، انا اسف بي لاين مظبوط بي لاين. بعد كده عايز اوجد بقى ايه بالنسبه للسلايدر ده او البيستون ده، عايز اجيب سرعته سي بالنسبه لبي، بي ده اللي هو الفاونديشن وسي ده اللي هو السلايدر نفسه، عايز اجيب سرعه سي بالنسبه لبي. مين يقول لي سرعه سي بالنسبه لبي؟ عمودي على مين؟ ايه؟ مش عمودي على حد، بارلل، بارلل سلايدنج سيرفيس يعني افقي. فانا هاجي اخد الافقي بتاعي اهو اهو وانقله هنا بنفس الطريقه، البيربل لاين ده او الخط ده يبقى اسميه ايه؟ بي لاين. يبقى ده بي لاين ودي بي لاين يتقابلوا في نقطه يديني نقطه بي. يبقى خلص كده الفلوس دايجرام بتاعي، وكمان اقدر من خلال الفلوس دايجرام ده ارجع لل اي سي ايكويشن اهي، واحدد اتجاهات الاسهم في اي تو او اهو اللي هي او اي، وفي بي تو اي اللي هي اي بي، يبقى السهم ده كده من الاول موجود، يبقى في بي تو اي اللي هو اي بي اهو، يبقى السهم ده كده يساوي في بي تو سي اللي هو سي بي في الاتجاه ده. يبقى دلوقتي انا وانا مغمض كده ابقى عارف، اقدر اقول ان الضلع ده هيبقى اتجاهه كلوك وايز ولا كاونتر كلوك وايز؟ ده اللي هو اي بي، ده اتجاهه هيبقى ازاي؟ اه اي بي هيبقى اتجاهه فين؟ السهم بتاعه لو نقلناه هنا هتلاقي شكله عامل ازاي؟ كده. لا لتحت ازاي؟ انا اسف اي بي، انا اسف اي بي يبقى اتجاهه ايه لتحت؟ يبقى ده حوالين النقطة، انا بقول هنا في اي بالنسبة لبي، اي بالنسبة يعني هثبت بي، يبقى لما السهم يكون كده يبقى ده اتجاه كلوك وايز ولا كاونتر كلوك وايز؟ كاونتر كلوك وايز اهو. يبقى ده اتجاه السهم لتحت، يبقى ده هيبقى اتجاهه ايه؟ كاونتر كلوك وايز. ثبت ايه؟ ما ثبت الاي وثبت البي حسب انت بتقول في اي تو مين؟ ماشي كده عامل الفلوس بتاعت البي وريسبكت تو اي، فكده ان انا ثبت. احنا هنا بنقول الفلوس دايجرام، نرجع تاني للايكويشن بتاعتي في بي تو سي يعني سي تو بي. لا انا بتكلم في بي تو اي، في تو اي، يبقى انا بثبت مين هنا؟ ثبت الاي، اثبت اي، لما اثبت الاي يبقى مظبوط، يبقى السهم كده يبقى هيطلع ايه في اتجاه ايه؟ كلوك وايز دايركشن. احنا عاملين اهي كلوك وايز دايركشن. نعم. بي سي بره، ما احنا عاملينه بره اللي اهو. في الجدول؟ دي غلطه دي. يبقى طبعا الماجنتيود انت هتنقل بقى القيم زي ما قلنا قبل كده، مش هنكررها تاني، بس حددنا الاتجاهات الاول. بعد كده نيجي بقى الاتجاه السلايدر ده يتحرك ليفت ولا رايت؟ مش هنقول كلوك وايز بقى ولا كاونتر كلوك وايز، هيتحرك ناحيه الايه؟ ناحيه الليفت. هنقوم ناقلين الايه المعلومه دي ان هو ناحيه الليفت، او نكتب ليفت، سهم كده يقول ان هي ناحيه الليفت، او نكتب ان هو ايه؟ ان هو ايه ليفت. الماجنتيود بتاع الفلوسيتي بقى عايزين نكمل بقى البيانات اللي ناقصه عندي هنا. الاي بي هقيسه من هنا واضربه في السكيل واجيب قيمته،
ونفس الشيء بالنسبه للسي بي اهو، هجيب قيمته واعوض بيه هنا. عايز اوجد الاوميجا، اوجد الاوميجا ازاي هنا؟ الاوميجا والاوميجا مجرد ان اقسم ده على مين؟ على الطول ده، واقسم ده على الطول ده. لا انا اسف، ده ما فيش هنا اوميجا، ده هنا ده هتبقى ابسولوت فيلوسيتي لينير فيلوسيتي. يبقى ده هيتقسم على ده عشان يديني الاوميجا 2، هنا ما فيش اوميجا 3، هنا هتبقى عمليه ايه؟ لينير فيلوسيتي. يبقى انا جبت اوميجا 3 واللينير فيلوسيتي اهو، وقيمته كام اللينير فيلوسيتي بقى ده؟ قيمته كام؟ اقيسه منين؟ اقيسه منين؟ السلايدر فيلوسيتي ده اقيسه منين؟ اجيب قيمته منين؟ قيمه الفيلوسيتي بتاعته؟ اجيب قيمته منين؟ مش ده بي سي؟ اجيب قيمه بي سي اهو، هو ده كده. انا استكملت كل الايه؟ كل البيانات، ناقص بس عندي ان هو مديني هنا انترميديت بوينت دي كان في السؤال، اللي هي بتبعد زي ما هو كان قايل في السؤال، دي كانت 200 كلها، جزء ده 150 ودي 50، يبقى بتبعد عن A ب 50 وبتبعد عن B ب 150. برضه نفس العلاقات عشان اجيب البوزيشن بتاعها، البوزيشن بتاعها يطلع فين؟ along مين؟ في الفلوس ديجرام along A B او along A C اهو، along ده هنا كده، في مكان ما هنا. فانا بالعلاقات دي جبت مكانها، وعن طريق ريفيرنج للاوريجينال بوينت جبت الايه؟ الشعاع ده، الفيكتور ده، ده يمثل لي الذره بتاع النقطه ايه؟ بتاعت النقطه دي اللي هي الانترميديت بوينت على اللينك اي بي. اخر سؤال اللي هو السلايدر كويك ريتيرن ميكانيزم، افكركم بيه عشان تعرف ان السلوتر ده النقطه دي، النقطه دي فيها شغل كتير، النقطه دي فيها ديتيلز كتير، جواها سلايدر، والسلايدر ده بيعمل سلايدنج، والسلايدر ده فيه ريفولف جوينت، والريفولف جوينت دي متوصله بالكرانك. عشان تعرف ان دي مش مجرد نقطه كده، ده النقطه دي جواها كل ده. دي البيانات بتاعه السؤال، مجرد دايمنشنز، بنقل الدايمنشن على السبيس دايجرام او السكيماتيك دايجرام. ومع العلم ان انت تبقى عارف ان المسميات بتاعه اللينكات، اللينك ده واحد اللي هو يعتبر الفاونديشن، ودي نقطة التثبيت O2، ودي نقطة التثبيت O1، والمسافة بين O1 والO2 دي بنسميها الأوفست ديستانس، بين اللينك، بين الأوريجينال بوينت دي والأوريجينال بوينت دي، أو بين الفيكسد بوينت دي والفيكسد بوينت دي. اللينك رقم 2 ده اللي هو الكرانك، ده واحد طبعا اللي هو الفيكسد لينك ده، يبقى نقدر نعتبر O1 O2 ده نقدر نسميه الفيكسد لينك. اتنين ده الكرانك، تلاتة ده الروكر او اللي هو السلوتر اللي بيعمل روكينج، وفي سلوت جوه السلوت دي في لينك اسمه اربعة. مين هو اللينك اربعة ده؟ السلايدر. وبعد كده ده اسمه كونكتنج رود، والنقطة دي اسمها الرام لانها بتعمل سلايدنج على السطح ده كده اهي، ده الرام اهو، دي النقطه دي، وهنا في طبعا ريفولف. طبعا لو جيت اكلمك على الميكانيزم ده اقول لك في كام جوينت، كام لينك؟ في سته لينك، في خمسه جوينت، في اتنين سلايدنج، يعني الجوينت كلها سبعه، ما فيش هاير جوينت، لما نحسب الديجري اوف فريدم تطلع واحد. سي والبي هنا في نقطتين اسمهم سي وبي، اللي هما نقطتين هنا، اللي هو ايه؟ اللي هو هنا ده اللينك ده، في نقطتين، يعني النقطة دي فيها حاجتين، المكان ده اللي هو ظاهر هنا كأنه نقطة هو عبارة عن حاجتين. ايه هما الحاجتين دول؟ النقطة اللي بتعمل ريفولف دي هنسميها سي، هنسميها بي. النقطة اللي بتعمل ريفولف اهي، اللي بتعمل ريفولف مع الكرانك اهي، انا ماشي معاها اهو،
اللي هي الدائرة اللي شكلها أبيض دي، دي نقطة هنسميها بي لأنها مع مين؟ مع الكرانك. دي نهاية الكرانك، الكرانك مفصلي مع السلايدر. وفي نقطة تانية موجودة اللي هو إيه؟ اللي هو نقطة على السلايدر يعني هنا في نقطة اللي هي في مركز السلايدر، والسطح بتاع السلايدر نفسه مع السلوتر دي نقطة تانية هنسميها سي. خلي بالك المكان ده فيه نقطتين، فيه تو جوينتس، واحدة ريفولف وواحدة سلايدنج، عشان كده نسمينا هنا سي كوما بي. يعني النقطة دي فيها اتنين جوينتس، بي اللي هو مع الكرانك روتيتنج، وسي مع السلايدر. ورغم ان هما الاثنين كو انسيدنت يعني متطابقين مع بعض، ماشيين مع بعض دايما، طالعين نازلين مع بعض، بس فيهم واحده وهي طالعه نازله بتلف، والثانيه بس طالعه ايه؟ طالعه نازله. بس بالرغم من كده انما البوزيشن بتاعتهم واحد، انما الفلوس بتاعتهم مختلفه. خلي بالك دي اصعب حته في الكورس بتاعك، دي اصعب حته في الكورس بتاعك، عشان الفلوس دايجرام بتاعها مش سهل، والاكسليشن دايجرام بتاعها بعد كده ان شاء الله برضو مش سهل. فلازم انت تاسس صح في النقطه دي، ودايما افتكر الايه، افتكر الميكانيزم ده. يبقى سي وبي كوانسيدنت بوينت، يعني الاثنين منطبقين مع بعض، بس بالرغم من كده ان ما اقدرش نعتبرهم نقطه واحده. دي ريفولف ودي سلايدنج، دي لها سرعه ودي لها سرعه، دي لها فيلوسيتي ده فيلوسيتي، دي لها اكسليشن ودي لها اكسليشن، مختلفين. هنتفق ان البي هي اللي روتيتد مع الكرانك، ونتفق ان سي اللي هي سلايدنج اب اند داون، بس الاثنين كوانسيدنت مع بعض في المكان، في كل مكان يبقوا انسيدنت مع بعض، رايحين مع بعض على الدايره دي. هما ده اللوكس بتاعهم او التريس بتاعهم هو على ايه؟ حوالين الدايره دي. وهنا في سلايدر ثاني، في هنا بيستون ثاني سلايدنج هنا برضو كده ايه، على لينير سيرفس او على فلات سيرفس، برضه هنا في نقطتين زي دي بالظبط، نفس الحكايه، في نقطه ريفولف مع خمسه، وفي نقطه سلايدنج مع ايه؟ مع الفلات سيرفس ده او الفاونديشن. وطبعا او واحد او اتنين دول الفيكسد ايه؟ الفيكسد بوينت. نفس الخطوات نمشي عليها. كويز بسرعه كده، اكتب اسمك وهات لي الزاويه دي. ليه كويس ده؟ عشان انتوا ما بتشتغلوش، عشان دي سؤال في شيت رقم واحد، وانا نبهت عليكم ان انتوا تحلوا السؤال ده بسكيل. عشان تحلوا بسكيل لازم تكون انت جبت الزاوية دي، وعشان ترسم وتشتغل اللي هنقوله دلوقتي لازم تجيب الزاوية دي. فانت ازاي شيت واحد عدى عليك من غير ما جبت الزاوية دي؟ ازاي رسمت؟ انا قلت لك ارسم السؤال اللي في اخر سؤال مساله في شيت واحد، قلت لك ارسمه بسكيل. حصل؟ رسمناه؟ كم واحد رسم بسكيل؟ طب انت عشان ترسمه بسكيل الكويز ده ما ياخدش منك دقيقتين. لو كنت انت رسمته بسكيل فعلا يبقى لنا الكويز ده ما ياخدش منك دقيقتين، لان انا ما اقدرش اضيع مساله على مثلا 20 درجه مثلا عشان مش عارف اجيب قيمه زاويه. ما هو ده اللي هيحصل في السؤال ده. انا لو ما جبتش الزاويه دي في المساله دي مش عارف امشي في المساله دي ولا حاجه، ولا اخد فيها ولا درجه، لان انا عشان اشتغل في السؤال اللي هيجي بعد كده دلوقتي بتاع الكويك ريتيرن كرانك ميكانيزم ده لازم اوجد الزوايا، احل المثلثات بتاع الميكانيزم ده، لازم اعرف الاطوال بتاعته.
لازم اعرف الطول ده كام، ولازم اعرف بناء عليه عشان اعرف الطول ده لازم احل المثلث ده، عشان احل المثلث ده لازم اوجد الزاويه دي والزاويه دي والزاويه دي معروفه، هي الزاويه دي الوحيده اللي معروفه اللي هو قال لك 45 درجه، 45 و90 المفروض انت سيادتك عارف تكون عارف دي 135 درجه. الضلع ده معروف، الضلع ده معروف، يبقى اقدر اعمل ايه هنا عشان اوجد الضلع اللي هو ده؟ اطبق قاعده ايه؟ ها كوزاين. حد عمل كده في الشيت؟ عملتها كده. طيب ما تكتبي يلا تحلي كويس، تاخد 5 درجات. هنا لازم اطبق قاعده الكوزاين عشان اوجد الطول ده، وعشان اوجد الزاويه دي بعد كده اطبق قاعده الساين اجيب الزاويه دي، وبعد ما اجيب الزاويه دي 90 ناقص الزاويه دي يديني الزاويه اللي انا بسال عليها. خلاص انتهى الكويس. انا بوضح لك ان الحاجات مبنيه على بعضيها، وانت اكتشفت دلوقتي، انت دلوقتي بينك وبين نفسك كده عرفت انك مش بتذاكر، بس ده الرساله اللي انا عايز اوصلها. نيجي بقى للايه، للسؤال بتاعي. السؤال بتاعي ان انا اول خطوه ارسم السكيماتيك دياجرام او السبيس دياجرام تو سكيل. هتعمل ستاك هنا، هتقف هنا وتبنك، تقعد بقى ايه، تحط القلم في شعرك وراسك، تقعد تسرح. وده طبعا هنشتغل ازاي لانك ما رسمت الميكانيزم ده قبل كده. فلازم عشان ارسم ده تو سكيل لازم اكون جبت الزوايا، والزاويه دي لما تحسبها هتطلع 78 و16 من 100. دي طبعا هتيجي الاول اللي هي 11 و84 من 100، وبعدين ما تيجي ارجع اوجد الثانيه دي واجيب بقيت واحل كل الكلام ده واجيب الطول ده هيطلع 1034، وبالتالي بما ان ده 1300 يبقى اقدر اوجد الطول ده. الحاجات دي كلها لازم هنا ترايجومتري. انا مش هعلمك ازاي تحل مثلث، انك تطبق قاعده الكوزاين وقاعده الساين وتتعامل مع تحل المثلث. هنا الميكانيزم ده قلنا فيه تو لوبس، انا قلت لكم فيه تو لوبس. ايه هما التو لوبس؟ اهم اللوب الاولاني هبدا من او 2 واروح لسي. انا قلت فين سي وبي؟ فين سي؟ ها فين سي؟ سي فين؟ على مين؟ على السلايدر نفسه. تمام، يبقى انا رحت هنا او 2 على السلايدر، وبعد كده عشان اعدي هنا الاو 1 وارجع لاو 2 لازم امر على بي اهو، وبعد كده بمر على بي او مر على او 1 وبعدين ارجع لاو 2. يبقى ده اللوب الاولاني اللوب الاحمر. اللوب الثاني بقى هيبقى برضو نفس الحكايه اهو، ده اللوب رقم 1. اللوب رقم 2 اللي هو الازرق، اللوب رقم 2 هبدا من نقطه او 2 برضو وامشي هنا لحد دي وبعد كده ار وبعد كده ارجع تاني لاو 2. اللوب الاولاني هيديني ال اي سي ايكويشن، واللوب الثاني يديني ال اي سي ايكويشن. هاخد التو ايكويشن دول واتعامل معاهم في هنا في الايه، اسقطهم هنا في التيبل بتاعي بتاع الفيلوسيتي تيبل. هم نفس اللي يساوي صفر الغيه، يعني او 2 او 1 يساوي صفر يبقى هلغيها، واخد كل الاليمنت اللي موجوده في اللوب الاولاني واللوب الثاني واسقطهم هنا في الايه، في الفيلوسيتي تيبل. الفيلوسيتي تيبل عدد اللينكات فيه هنا اكتر شويه لان ده ميكانيزم عدد لينكاته اكتر، مفيش مشكله. والكولوم ده احنا عارفينه وده عارفينه، وطبعا هنا في اتنين بارلل، الاتنين بارلل هم بتوع مين؟ السلايدرات. والباقي كله ايه؟ كله بيربنديكولار. لسه انا ما عرفتش اتجاه السنس، ولسه انا كل اللي اعرفه الكرانك بتاعي الاوميجا بتاعته كام، ومن الاوميجا جبت الايه؟ الاو 1 بي اللي هو السرعه بتاعت الايه؟ الكرانك. ابدا الخطوه اللي بعد كده، الخطوه رقم 5، ارسم البلوز دياجرام. ابدا اختار نقطه، ومن النقطة دي أحدد قيمة الـ O1B. إحنا قلنا B على الكرانك الأزرق ده، أنا بتعامل دلوقتي مع الكرانك الأزرق ده اللي هو معروف عنه كل حاجة، معروف عنه قيمة الفلوستي ومعروف عنه اتجاه الفلوستي. عمودي عليه هيديني الفلوستي بتاعت B بالنسبة للـ O1 اللي أنا مسميها O1B. هاخد الإيه؟ العمودي ده موازي ده وبالقيمة اللي أنا حسبتها دي، القيمة دي. بعد كده هاخد الايه؟ اللينك الثاني اللي هو ايه؟ اللي هو نقطة C. نقطة C بالنسبة للاو 2 عمودي على او سي، او 2 سي. ثاني فيلوستي بتاعت C بالنسبة للاو 2 هتبقى عمودي على او 2 سي. هنقلها هنا فين؟ هنقلها في او 1 ولا في البي؟ او 1.
اخد هنا اهو موازي لدي وانا مش عارف طوله كام، ده اسميه سي لاين. في نفس الوقت النقطه سي دي بتمشي along sliding along الايه اللي هو اللي هو اللينك 3 ده along او 2 دي، بتمشي سلايدنج along يعني لها في نفس الوقت لها اتجاهين، اتجاه عمودي على اللينك واتجاه مع اللينك، وبالتالي اقدر اخد الايه الاتجاه اللي هو مع اللينك ده وانقله هنا يوم يديني السي لاين تاني، الاثنين يتقطعوا في نقطه يديني النقطه سي، لما يتقطعوا يدوني النقطه سي يديني اللوب الاولاني. ده كده على فكره هو اللوب الاولاني، لو ترجع للتو لوبز اللي عندي هتلاقي انت كده كونت اللوب الاولاني، ومن اللوب ده حققت النقطه اللي انت كنت بتدور عليها، النقطه سي والنقطه بي. رغم النقطه سي والبي قلنا كونسيدنت يعني متطابقين على بعض، انما في الروز ديجرام ظهر ان في هنا ايه فرق. واحد شاطر يقول لي اللينك ده واللينك ده الزاويه اللي بينهم كام؟ 90 درجه، لان انت خدت واحد فيهم عمودي وواحد مع الايه مع الخط الثاني. طب انا عايز اوجد النقطه دي، طب ما انا نقطه بي موجوده عندي، نقطه سي موجوده عندي، انا اسف، طب مش النقطه او 2 وسي وبي دول على لينك واحد، والنقطه دي اللي هي اكستنشن بعد النقطه بي، طب ما اطبق نفس الريليشن بعد النقطه سي بعد النقطه سي نقطه بي لا انا اقصد بعد النقطه دي على اللينك او 2 سي على امتداده، يبقى انا اطبق الايه العلاقات دي عشان اوجد الامتداد ده، هيبقى على امتداد او 2 سي يعني هنا كده في مكان ما، هنا كده اهو هيبقى هنا كده في مكان. احسب المكان ده قد ايه، احسب الزياده دي قد ايه من العلاقات دي اللي هي نفس العلاقات اللي احنا استخدمناها قبل كده اهو، وجبت قيمتها ووقعت مكانها، يبقى دي النقطه بتاعت النقطه دي. مين يقول لي ايه اللي ناقص بقى؟ عايز اوجد ار، عايز لا اعرف عنها ما اعرفش قيمتها، انما اعرف عنها معلومتين، اعرف عن ار معلومتين، ايه هما المعلومتين دول؟ والمعلومتين دول هما اللي هيجيبوا لي مكان ار. ايوه بالظبط، النقطه ار بالنسبه للنقطه دي هيبقى عمودي على مين؟ طب ما يعني اطفي الاذان عشان نسمع الاذان اللي بره. يبقى بالنسبه للنقطه ار هنسيبها الاول لدي بعمودي على ار دي، وابدا منين؟ ابدا من دي وارجع تاني انسبها للسلايدنج ستروك ده وهتبقى موازي لي، وهبداها منين؟ هبداها من او 2 خط كده افقي، بص كده اهو هذا العمودي، انقله هنا، انقله عند دي، وبعد كده هذا الموازي انقله عند مين؟ الموازي ده هنا عند او 1 اهو. يبقى الخطين دول اسمهم ار لاين، اللي بيجيب لي السلايدر ار يتقابلوا في نقطه، يبقى النقطه دي نقطه مين؟ ار. انت ملاحظ هنا ان الفيزو دايجرام فيه كام لوب؟ اثنين. ما هم ده فعلا اثنين لوب، هذا لوب وده لوب تاني.
طبعا بما ان البوزيتيف ديجرام عندي استكمل يبقى اقدر اخد منه بقى كل الايه كل الميسنج داتا المطلوبه عندي، اقدر اقيس كل الاطوال دي. اقدر اقيس الاطوال دي على مثلا او 2 سي، اقيسه من هنا او 2 سي كام طوله واسجله هنا، سي بي طوله كام واسجله هنا، وهكذا كل الاطوال دي بقى اصبحت موجوده عندي. يبقى اقدر اجيب كل اللي عليه علامه الصح ده اتقرا من الفيلوسيتي ديجرام ده. زي ما انت شايف ده تو سكيل، مساله محلوله بالارقام اهو، كل الزوايا وكل الارقام موجوده. وبناء عليه كان هو طالب السرعه بتاعت ار، فانا جبت له السرعه بتاعت الايه؟ الار اللي هو السلايدر. عايزين نجيب بقى الاوميجا السنس بتاع الاوميجاهات، عايزين نملى الفراغات دي كلها نكمل البيانات دي. فمثلا لو بصينا الفيجر واحد ناخد منه ونسقط هنا في فيجر اتنين. فيجر واحد بيقول لي ايه؟ بيقول لي الفيلوسيتي كومبوننت او تي او 2 دي اللي هي دي او 2 دي اللي هي بتمثل مين؟ بتمثل الاتجاه الفيلوسيتي بتاع الدي بالنسبه للاو 2. يبقى انا كده اقدر لو وقعت الاتجاه ده على او 2 دي ريفيرنج للاو 2 يبقى السوتر ده في انه اتجاه؟ كاونتر كلوك وايز. أو كاونتر كلوك وايز وانقلها هنا نفس الحكاية بالنسبة ل طبعا لو انا قلت ان او 2 دي كاونتر كلوك وايز يبقى او 2 سي هيبقى كام؟ برضو نفس الحكاية لان نقطة على نفس اللينك، فبرضو هتبقى برضو كاونتر كلوك وايز. طبعا يعني من العبث ان انا الاقي واحد كاتب لي دي كاونتر كلوك وايز وكاتب دي كلوك وايز، يبقى هو مش فاهم رغم انها غلطه صغيره انها بتقول ان هو مش فاهم. يعني نقطتين على نفس اللينك تبقى واحده يمين وواحده شمال. نفس الحكايه برضو بالنسبه للار دي، الار اللينك ده اللي هو بنسميه الكونكتنج رود ده، عايز اعرف هو كلوك وايز ولا كاونتر كلوك وايز. هشوفه هنا من الفيلوسيتي جرام وسقطه على اللينك الاقيه اتجاهه هنا يقول ان هو في اتجاه ايه؟ كلوك ولا كاونتر؟ كاونتر كلوك وايز اهو، اجيبه برده وانزله هنا في الايه؟ في الجدول. طبعا ده اقدر برده من الـ من الـ من اللينك من الفيلوسيتي بتاع او 2 ار اقدر احكم على السلايدر ار ده في انه اتجاه؟ ده اتجاه جاي من اليمين للشمال، يبقى هو يتحرك في اتجاه الليفت دايركشن. كده انا استكملت السؤال. ده نموذج اجابه، المفروض انت لما تسلم اجابه تسلمها بالشكل ده. طبعا انت مش ترسم التيبل ده عده مرات، ده هو تيبل واحد يترسم. دكتور معلش، هو السلايدر اللي في النص مش هحكي له ولا اب وورد ولا اي حاجه؟ اللي في النص ان هو ده سي بي، ما هو ده اللي بيحكمه النقطه ايه؟ النقطه او 2 سي، هي هو تبع او 2 سي. باقي حاجة آخر حاجة بس حاجة صغيرة قوي، اللي هو طبعا أنتوا عارفين إن الميكانيزم ده بنستخدمه في الشيبر ميكانيزم، الشيبر شيبنج ماشين، عشان نعمل بيه عملية الشيبنج زي الورشة تحت. وأنتوا عارفين طبعا إن إحنا هو التصميم بتاعه معمول أساسا عشان يديني وقت أطول في الكاتنج ووقت أطول في النون كاتنج، لأن الكاتنج تول دي وهي بتعمل شيبنج في مشوار بتقطع وبعدين ترجع فاضية، فأنا مش عايزة تاخد وقت في الفاضي ده. هو التصميم بتاعه عشان كده، عشان يوفر لي تايم في وقت الرجوع. فانا عايز اعرف الايه العلاقه ما بين التايم بتاع الكاتنج ستروك والتايم بتاع الريتيرن ستروك. فانا عشان اعرف العلاقه دي بحط الميكانيزم ده بتخيله او بعيد رسمه في الاكستريم بوزيشن. يعني ايه الاكستريم بوزيشن؟ يعني الاكستريم بوزيشن لما يبقى السلوتر ده عمودي على الكرانك من ناحيتين، يبقى ده اسمه الاكستريم بوزيشن الاولاني وده الاكستريم بوزيشن الثاني. يعني دي النقطه ار لما تعمل كومبليت فورورد ستروك، لما توصل للفورورد ستروك في نهايته هتوصل تبقى هنا ار ثاني كده. انت لما ترسم الميكانيزم ده مرتين بالشكل ده هيطلع لك التو بوزيشن دول.
العلاقه ما بين الزاويتين دول، الزاويه دي اللي هي بيتا والزاويه دي اللي هي الفا، هي دي اللي بتديني علاقه بين التايم اوف كاتنج والتايم اوف ريتيرن ستروك. فطبعا انت من المثلثات تقدر تحسب الكلام ده كله. طبعا الضلع ده معروف طوله، الضلع ده معروف طوله. انت حسبت، تقدر دلوقتي تحسب الزوايا دي، الزاويه الفا دي تقدر تحسبها والزاويه دي تقدر تحسبها بسهوله جدا. يبقى الفورورد كاتنج ستروك بيحصل امتى؟ لما الكرانك بيلف خلال الزاويه بيتا، لما يجي هنا من هنا لهنا يبقى لف هو خلال الزاويه بيتا دي اللي احنا نقدر نحسبها. والريتيرن ستروك لما يلف يرجع تاني، الرجوع بتاعه هيبقى ايه؟ لما الازرق ده يتحرك من البوزيشن ده للبوزيشن ده في الاتجاه بتاع الزاويه اللي هي لونها بالاخضر دي اللي هي الزاويه الفا. طبعا هو سواء الحركه في الكاتنج اسرع ابطا وفي الرجوع اسرع، ده لا يعني ان الكرانك سرعته بتتغير، لا، في كل الاحوال الكرانك السرعه بتاعته يونيفورم، ار بي ام بتاعته ثابته، انما الميكانيزم التصميم بتاعه هو اللي عمل الايه السيناريو ده، عشان هو متصمم عشان كده. فعايز اجيب العلاقه ما بين التيرن اوف كاتنج تايم اوف كاتنج دي تايم التايم اوف كاتنج ستروك على التايم اوف ريتيرن ستروك، قلنا هو بيساوي ايه؟ بيساوي بيتا على الفا. دي كمان دي 360 ناقص الفا. يبقى احنا قلنا العلاقه بيتا على الفا، واحنا عارفين ان بيتا الزاويه دي بيتا دي كل دي الزاويه دي 360، يبقى بيتا تساوي ايه؟ عشان يعني نقلل عدد الفاريبلز اللي عندي، اقدر اوجد العلاقه بين بيتا والفا ان بيتا بتساوي 360 ناقص الفا. يبقى دي العلاقه الاولانيه. التول ترافل من ار 1 ديورينج كاتنج اند ريتيرن ستروك، سواء في بيعمل كاتنج او بيعمل ريتيرن، الرام بيتنقل من ار 1 الى ار 2 في الكاتنج، وبيتنقل من ار 2 الى ار 1 في الريتيرن، يعني هو نفس المشوار رغم الزمن مختلف، انما هو نفس الايه؟ نفس المشوار. يبقى نقدر نعتبر ان ار 1 ار 2 ده هو الستروك لينس اللي هو في نفس الوقت يساوي دي 1 دي 2. يعني الستروك بتاعي ار 1 ار 2 هو نفسه دي 1 دي 2. انا ليه بستخدم ان هو يساوي دي 1 او دي 2؟ لان انا من السهل ان انا اوجد دي 1 كيو اللي هي تساوي نفسها دي 2 كيو اللي هي تساوي مجموعهم يساوي ار 1 زائد ار 2. اقدر اوجد دي، طبعا هنا ده فيثاغورس المثلث قائم الزاويه، اقدر اوجد زاويه، اقدر اوجد الزاويه دي واقدر اوجد الزاويه دي لانها تساوي متساويه، الزاويه دول متساويتين، وما ان دي 90 درجه يبقى اقدر اوجد الزاويه اللي هي نص الفا، الفا على 2، ما دمت جبت الفا على 2 اقدر اوجد الفا، ما دمت جبت الفا يبقى اقدر اوجد ايه؟ اقدر اوجد بيتا، وده اللي احنا هنعمله هنا. يبقى اذا نقدر نقول ان الجزء ده اللي هو ار 1 دي او ار 1 ار 2 يساوي دي 1 زاويه دي 2 زي ما انا قلت، يساوي 2 دي 1 كيو يساوي 2 ضعف ده، و دي 2 كيو يساوي 2 دي 1 كيو، ودي 1 كيو يساوي دي او 2 دي او 2 دي 1 كوزاين الزاويه اللي هي دي اللي هي الفا على 2. هو طبعا المفروض يساوي ساين، بس انا ساين الزاويه دي اللي هي تساوي كوزاين الزاويه دي، يعني ساين الزاويه دي تساوي كوزاين الزاويه. فاقدر استخدم بقى العلاقات دي. انا بستخدم العلاقات دي ليه؟ لان انا مش عايز استخدم الاطوال اللي هي بتتغير. يعني واحد يقول لي ايه؟ طب ما انا ممكن اجيب الطول ده عن طريق طول الضلع ده. طب ما هو الضلع ده عن طريق الضلع ده مثلا اللي هو O2، يعني واحد يقول لي ايه؟ طب ما انا استخدم المثلث الازرق ده اللي هو ده O2 O1 C1 B1، ليه ما استخدمتش المثلث ده؟ لان انا ما عنديش معلومه عن الضلع ده كام. الضلع ده متغير، طوله متغير. فانا بدور على حاجه يكون طولها ثابت، طولها معلوم ومش متغير. فالحاجه اللي طولها معلوم ومش متغير اللي هو الاستروك ده
ايا كان هو ثابت. فانا دلوقتي اقدر اوجد بقى الايه العلاقه دي، ومن العلاقه دي اقدر اوجد علاقه ما بين التايم والتايم. اي سؤال في المحاضره؟ الاسبوع الجاي فيه كويز، كويز للكل، كويز منظم في الاول اربع سكاشن، في اول اربع شيتس، منهم الشيت بتاع النهارده. الجزء ده هيبقى حلو نعمله كبروجكت، بس انا كنت يعني احنا هنزود له سلايدر، يعني هيبقى زي مجرى فيها عجل، يا اما نعمل العجل ويبقى فري يعني حركه فري. هيوظفه في ايه ده يعني؟ هنوظفه فلاج جريبر مثلا بينقل حاجه من مكان للتاني. احنا هنوظفه في ايه؟ انا اقول لك حاجه نستخدمها كلها. دكتور المحاضره دي المحاضره اللي فاتت موجودين على اليوتيوب، حاجه نستخدمها هنا. انا قلت كده من الاول.